السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في ورشة جديدة من ورش إيميرج أفريكا بالعربي. بنرحب بيكم، بنرحب معانا بمحمد رضا، إن شاء الله هيكون معانا في ورشة جميلة جدا متخصصة في مجال الجيميفيكيشن. محمد رضا هو مصمم تعليم متخصص في مجال التدريب والتصميم التعليمي في مجال الجيميفيكيشن، حاصل على درجة بكالوريوس في إدارة الموارد البشرية وكمان ماجستير في التنمية البشرية من الجامعة الأمريكية. هو متخصص في مجال الجيميفيكيشن، وإن شاء الله الورشة بتاعتنا هتكون عبارة عن مقدمة في استراتيجيات الألعاب التحفيزية. انا هسيب المايك دلوقتي لمحمد، وان شاء الله يا رب تكون ورشه جميله ونتوكل على الله. المايك معاك يا محمد. الو، معلش انا كنت بس يعني ببص على يوتيوب، اللاج رهيب من ناحيتين. كده تمام. انا مساء الخير. لا لا كده احنا زي الفل. مساء الخير يا جماعه. مقدمه صغيره بس، هو محمد بسم الله ما شاء الله يعني غني من التعريف، وان شاء الله يكون معانا ان شاء الله خلال ساعتين ورشه عمل، ويا رب ان شاء الله نستفيد كلنا من بعض. وهتركوا ان شاء الله مع محمد دلوقتي. شكرا لك يا محمد على موافقتك ان انت تكون متطوع معانا في ايميرج افريكا، ونرحب بيكم جميعا ان شاء الله. السلام محمد، ربنا يخليك. وعليكم السلام. طيب مساء الخير يا جماعه، اخباركم ايه؟ شكرا جزيلا ان انتم موجودين معانا في الساعه 3 العصر. يعني هو برضو ده مش ميعاد الاقي فيه ناس كتير ممكن ان هم يحضروا حاجه، فده معناه ان الناس اللي حاضره يعني عايزه تتعلم او عايزه انها تشوف موضوع جديد بشكل جديد، فده حاجه مريحه جدا. فعلى هذا الاساس خليني مثلا استخدم الشات دلوقتي واسالكم، هو ايه اكتر الحاجات اللي انتوا بتحبوا تسالوا عنها او تستفهموا اكتر عنها when it comes to gamification؟ فبلغني في الشات كده، مجرد حاجه على طول سريعه عشان بس نحطها في الاعتبار واحنا قاعدين ايه بنتكلم في الموضوع بتاعنا. ميبي هنتكلم عليها، يمكن مش هنتكلم عليها، يمكن هنتكلم عليها باستفاضه، ممكن نلاقي وقت ان احنا نزودها، لان هيبقى في وقت في اخر السيشن خالص فور كويستشن اند انسر، فممكن ان احنا نشوف الكلام ده هيجي في الكويستشن اند انسر ولا هيجي في السياق بتاعنا بتاع الحلقه النهارده. التطبيقات العمليه والامثله الحيه لاستخدام الجيميفيكيشن. تمام، شكرا يا استاذ ماجد. العاب تستخدم التدريب الالكتروني لها معنى. ديزايننج فيرسس اوبجكتيف، هل انا بصمم وانا حاطه في بالي اني هستخدمها، ولا بصمم وبشوف في النهايه هل هي تنفع معايا، يعني تبقى مناسبه ولا لا. حلو قوي السؤال ده، حلو قوي السؤال ده يا مس عليا. يوزنج جيمز اليمنتس ان انيثينج، anything. ماشي، هو مش anything، هو احنا المفروض ان احنا يعني مختصين بالليرنينج النهارده. offering tools، لا اشوف بقى، اشوف انا قاعد بقول على كل حاجه فيما سبق، بس offering tools مش هيجي ذكرها قوي النهارده. ممكن في اخر السيشن يا احمد ان انا ارد لك على اي اسئله ليها دعوه بالاوفرنج تولز، بس الاوفرنج تولز سبيسيفيكلي مش موضوع الحلقه بتاعتنا النهارده. اوكي، هل في اي اسئله ثانيه، في نقاط ثانيه تتحط في الاعتبار؟ فعلا. طيب شوف يا شباب، عشان نعمل السيشن بتاعتنا دي بشكل لطيف، انا هطلب منكم طلبين. اول طلب، عايزك تيجي عند الفيديو بتاعي اللي انا بكلمك منه دلوقتي ده، اللي وانا بتكلم بيبقى فيه اطار اصفر موجود حواليه، وهتلاقي في الكورنر اليمين بتاعه في ثلاث نقاط، كلمه ميوت وجنبيها ثلاث نقاط، هتدوس عليها هينزل لك ليست. عايزك بس تدوس على الزرار اللي اسمه بين. كل اللي هيعمله ان هو هيخلي الفيديو بتاعي اكبر فيديو موجود في كل الجاليري، هيبقى الفيديو الرئيسي اللي متركز عليه الفوكس عن كل الفيديوهات اللي في الجلد. ليه؟ والله هو انا عندي مشكله بسيطه جدا، ان انا ما عنديش برزنتيشن ان انا اكلمكم منها. يعني انا مش هعمل شير سكرين، انا بعتذر جدا لو حد كان متوقع ان انا هعمل شير سكرين، بس انا مش هعمل شير سكرين في الحلقه النهارده. انا اللي انا هعمله ان انا البرزنتيشن بتاعتي اهي، فهنا البرزنتيشن، هنا النقاش عن طريق الفيديو. فياريت تخلي الفيديو بتاعي اكبر حاجه، لان البرزنتيشن والفيديو هما الاثنين جايين
من نفس الكاميرا لو هنقول يعني من نفس الكاميرا او من نفس الويندو. كله قادر يشوف الموضوع ده؟ كل طلبه بس قول لي تمام. اوكي دكتور محمد بيقول تمام، اغلب الشباب تمام، كله محدش عنده اي مشكله. بيرفكت، حلو جدا جدا. اوكي ده كده الطلب الاولاني. الطلب الثاني، الطلب الثاني انا عايزك ان انت تخش معايا على الويب سايت ده buzzin.live/play، وعايز اما يكون عندك اي سؤال او اما انا اطلب وقت للاسئله او وقت لان انت يلا جاوب معايا على السؤال ده او على الاستفسار ده، كل المطلوب منك ان انت تدوس على باز. تلاقي كده يا ريت تستخدمه من التليفون احسن، ما تستخدموش من على الكمبيوتر وانت بتتكلم معايا، استخدمه من على التليفون وخليني اوريك انت هتبقى شايف ايه قدامك. بكل بساطة احنا هنبقى مرتبطين ببعض عن طريق باز ان. فوقت ما يجي لك اي سؤال انا هسمع تن الصوت ده، ده معناه ان انت عندك سؤال وعايز ان انت تسأل على حاجة معينة، واما انا اسأل عايز حد يجاوب عليا بسرعة، واول واحد هيرد عليا هو ده اللي هجاوب، هو ده اللي هسمح له ان هو يعمل اجابة عن السؤال. فعشان نسهل الموضوع لو انت دخلت على الويب سايت اللي انا قلت لك عليه هيبقى buzzin.live، هتقوم دايس على join game، تقوم تدخل الكود اللي انا قايل لك عليه وتكتب مثلا your nickname وتدوس join. كل اللي هيبقى ظاهر قدامك هو زرار اخضر وتايمر. التايمر موجود دلوقتي 10 ثواني، يعني انا اول ما اقول start يبقى قدامك 10 ثواني، يا تلحق تدوس يا ما دوس اللي بقى اللي سبق اكل النبأ، تلحق او ما تلحقش ترد عليا على طول. اوكي سو ده كده باص ان، وقلت لك على موضوع الفيديو. تعالوا بقى ايه نخش في النقاش بتاعنا والنقاش بتاع حلقه النهارده. ف الفكره ان في الفتره الاخيره بالذات في مجال التعليم في باز وورد شغاله بقالها فتره طويله، هي كلمه الجيميفيكيشن. جيميفيكيشن 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 عملت ايه؟ جيميفيكيشن سوت ايه؟ وهو طبعا من الواضح ومن الظاهر ان الجيميفيكيشن دي عامله زي ما تكون انها اللي الحل الامثل لكل المشاكل التعليميه اللي موجوده في الدنيا، وان هي دي الوسيله التمام اللي هتقدر تخلي اي ليرنر يتعلم اي حاجه باي شكل. تحس ان الجيميفيكيشن فجاه كده اصبحت يعني الحاجه سعاد المغربيه اللي هي بتفك العمل وتجيب الحبيب وتقرب البعيد وتداوي المريض. عارفين انا بتكلم في ايه؟ فدي ده مش سليم، لان at the end of the day gamification is actually a tool لا اكثر ولا اقل. بس عشان نتكلم على الموضوع بشكل سليم تعالوا ناخد القصه من الاول، تعالوا ناخد القصه من الاصل. اغلب الناس اللي حاضرين معايا هنا هم يا اما بيشتغلوا في مجال التعليم، متأثرين بمجال التعليم، إن كانوا مصممين أو ترينرز أو ناس بتشتغل في الـ L&D أو حتى ناس بتشتغل في الستارتابس. كلنا هنا محتكين بمجال التعليم بطريقة ما أخرى. يبقى على الأحرى تعالوا نتكلم على مجال التعليم، وتعالوا نتكلم على النولج اللي ليها دعوة بالتعليم قبل ما نتكلم على الجيميفيكيشن بير سي. ف خليني ابتدي ب اكوت من حد اسمه يوكليد اوف الكسندريا او اقليدس اسكندرية، وكان يسمى الراجل ده ببابا الجيومتري. فكان الراجل ده بيقول حاجه جميله جدا: most ideas about learning are not new but not everyone knows the old ones. كل الايديز اللي موجوده او معروفه حاليا في الادوكيشن از نوت نيو. يعني اما احنا بنتكلم في الفيرتشوال سيشنز او الفيرتشوال لايف سيشنز بنعلم الناس، بنقول لهم لو سمحتوا استخدموا ما يسمى بالسقراطيك كويستشنز او الاسئله السقراطيه. الاسئله السقراطيه دي اللي هي استخدام اسئله حواريه عشان تقدر ان انت تفهم بيها النولج.
يا جماعه يا ريت ان السيشنز بتاعتها تكون انتراكتيف اكتر. انتراكتيف دي برضو معناها ان الناس بتخش في كونفرسيشنز او بتسمع الستوريز او بيحصل ما بينها نوع من الانتراكشن عشان يحصل عمليه التعلم. يا جماعه لو سمحت عايزين ان الليرنينج يكون فيه ابلكيشن اكتر. الابلكيشن ده بقى كان اتعمل بجيمز، الابلكيشن ده اتعمل باكتيفيتي، الابلكيشن ده عملت له اساينمنت. At the end of the day, learning is learning. تحويل النولج لسكيل لاتيتيود. وان الناس بتاخد وقتها في عملية التطبيق. وبتحتاج ان يكون ليها وقت للرفلكشن. وبيحتاج ان يكون في step by step processes عشان تفهم الحاجة. وبتحتاج وقت عشان تعرف انها تستقل explanations بتاعتها بشكل سليم من اقرانها اللي موجودين معاها او من الانستركتور. فعندنا horizontal communication و vertical communication. هو نفس التطبيق لكن الشكل مختلف. هياها نفس الطرق لكن الشكل مختلف. فلاتس اجري اون سمثينج. الكور بتاعنا هو ان احنا نهيئ ا بروبر ليرنينج اكسبيرينس. وادر كانت الليرنينج اكسبيرينس دي بتتعمل عن طريق جيم، بتتعمل فيرتشوال، بتتعمل فيزيكال، فيرتشوال وجيم، فيزيكال وجيم، distant learning قدامي learning جنبي learning حواليا learning. هو اسمه learning، هي كلها learning experience. ف let's focus first on what makes a learning experience a proper experience. ف a learning experience، خليني هنا استخدم ولأول مرة البازر. أول حد يدوس على البازر اللي موجود عندي هو اللي يقدر دلوقتي يقول لنا من وجهة نظره what is a good learning experience. اوكي اروى، اوكي اروى انت اول واحد عمل بازتين على طول في وقته. بليز قول لنا what makes a good learning experience. اروى شكلها ايه؟ لا مش اروى. طب نشوف في حد تاني عمل بص. لا هي اروى بس. طب اروى ناويه تقول لنا ولا اوكي. حسن اوكي حسن بليز تيل مي. اتفضل محمد ازيك؟ تمام الحمد لله. والله اي ثينك جود ليرنينج اكسبيرينس لازم تنقل المتعلم بشكل مش ممل. الاوتكم اللي المفروض يكون وصل له في نهاية البرنامج التدريبي ده إيه؟ اوكي بشكل مش ممل. اوكي طيب. انا ليا طلب ممكن مقطع صغيرة محمد، يا ريت في الاول نقدم نفسنا الاول عشان نبقى عارفين بعض. يعني في الاول لما اتكلم اقول انا حسن يعرف نفسه الاول عشان نفسه نبقى عارفين بعض. حاضر اوكي اوكي ثانك يو حسن. بس يا حبيبي اوكي. ايمن تفضل يا فندم. يو ريز يور هاند. ايمن مرحبا يعطيكم العافيه. اهلا بيك يا ايمن تفضل يا فندم. يعطيك العافيه. الله يخليك. انا عشان بسوق بالسياره فعشان هيك الليرنينج اكسبيرينس هي ريزلت للجهود التعليمية أو التدريبية اللي ممكن يكون فيها المتدرب والمدرب بقيادة المدرب. فهي عبارة عن ريزل، هي نتائج بوصل إلها المتدرب من خلال الأكتيفيتيز اللي بيشارك فيها، وبكون يعني بيعملها بإيده تمام أو منخرط، فبحيث هي بتصفي عنده ريزل، هي نتيجة الجهد اللي بيبذله المتدرب بقيادة المدرب. Perfect. ما شاء الله الله أكبر. شكرا يا أستاذ أيمن. أنا معجب جدا بالصفارة اللي جت في آخر الحلقة يعني. قصدي في آخر المكالمة معك. دي برضو عجبتني. أنا متوقعتش إن أنا ممكن أسمع الصفارة. أنت ببيع آيس كريم. ببيع آيس كريم. شكرا يا أستاذ أيمن. As a matter of fact هو الجزء الرئيسي من وراء عملية التعلم هو إن أنا كإنستركتور وكليرنينج ديزاينر بهيئ بيئة تدريبية وبيئة تعليمية
مثالية على قد ما أقدر أنها تكون مثالية عشان يحصل في عملية التعلم. المشكلة أن الناس كتير بتفتكر أن إحنا أن الليرنينج قائم على الأكتيفيتيز عشان كده ليه يقدر منه يبقى في بيئة تعليمية سليمة، أو أن الليرنينج بيعتمد على أن يكون في جيمز عشان يكون في بيئة تعليمية سليمة. As a matter of fact, a learning experience ده كان طبقا لديفيد بيركنز من هارفارد سكول اوف ادوكيشن، ان بيقول لك ان اول حاجه لازم يكون في كلير ليرنينج اوبجكتيفز. فلو ما فيش ليرنينج اوبجكتيفز واضحه وسليمه وظاهره والبني ادم وهو داخل التجربه التعليميه عارف هيطلع منها بايه، لان مثلا بيحصل ان يا استاذ حسن يتقال لك ان بنهايه البرنامج التدريبي سوف تستطيع ان تكون احسن قائد موجود في الشركه عندك، بنهايه البرنامج التدريبي هتستطيع انك تعمل سمارت جول لاي جول موجود بعد كده في حياتك، بنهايه البرنامج التدريبي هتعرف ان انت تكومينيكيت مع اي حد في اي مكان باي طريقه. دي مش كلير ليرنينج جولز. لا، هو ده مش ليرنينج جول، هو ده وعد، ووعد اوفر بروميسنج كمان، لانه هو احتمال كبير ان هو ما يتحققش. لا، هو مش احتمال كبير ما يتحقق، هو مش هيتحقق، لان صعب جدا انك توعد بني ادم ان بعد البرنامج التدريبي اي ظروف هتمر بيها هتحافظ على هتحافظ وهتثابر على نفس النتيجه السليمه كل مره وفي اي مره وباي طريقه في اي مكان. This doesn't make sense. So a clear learning objective، طبعا انتوا يعني سيد العارفين كلكو انها بتبقى قائمة على بلومز تاكسونومي او على روبرت ميجر، ان انت بتحدد بالضبط فعل تنفيذي انت هتعمل ايه وهتعملها ازاي وباستخدام اي تقنية وباستخدام اي piece of knowledge بنهاية البرنامج التدريبي. يعني انت مش بتوعده بحاجة هتحصل بعد التريننج، انت بتوعده بحاجة هتحصل في خلال التريننج او في خلال العملية التعليمية نفسها. ف this is the first thing أقول عليها، إن أنت you're building a learning experience. رقم اثنين، thoughtful practice. القصة مش إن أنت تخلي الناس يعملوا practice، الفكرة إن أنت تخلي الناس يعرفوا يعملوا thoughtful practice. Practice with reflection، يقدروا إن هم يعملوا تطبيق ويحصل فيه continuous reflection، يقدروا إن هم يعملوا تطبيق ويكون فيه إمكانية إن أنت تدي لهم feedback على البراكتس ده. مفيش براكتس هيبقى ثوتفل، مفيش تطبيق هيكون ثوتفل بيستجل فرض التدبر والتفنيد في الافكار من غير ما تديله فيدباك ويعرف ان هو يريبيت اند يريبيت اند ريبيت. البوينت اللي بعديها، طبعا لازم تديله انفورماتيف فيدباك. انفورماتيف فيدباك، فيدباك شافي وافي يقدر ان هو يستخدمه عشان يحسن من البراكتس بتاعه، عشان يقدر يوصل للليرنينج اوبجكتيف. لان مفيش حد عن طريق الليرنينج اكسبيرينس من اول مره بيوصل للهدف التعليمي، لا، بيحتاج ان هو يجرب مره والتانيه، يفيل، ياخد فيدباك، يعمل البراكتس ويحصل له ريفلكشن على اساسه until ان هو يقدر يوصل في الاخر للليرنينج اوبجكتيف. And last but not least, intrinsic and extrinsic motivation. عندنا في الموتيفيشن نوعين، في عملية التحفيز في نوعين. في التحفيز الخارجي اللي بيجي عن طريق شاطر يا حسن، good job، points يا حسن، انت هديلك points وهيبقى في زي مسابقة ما بيننا، اللي هيبقى معاه نقاط اكبر هو اللي هيكون الفائز. شكرا يا حسن، وديلك public praise قدام الناس كلها، او ان انا ممكن اديلك resources، اديلك هدية، ايا كان حاجة external، an external reward، reward جاي من بره، جاي من بره البني آدم بيحفزه ان هو يعرف يقوم بالعمليات بشكل سليم او بصورة احسن، ده اسمه extrinsic reward، extrinsic motivation. في عندنا بقى الintrinsic motivation. الintrinsic motivation هو الموتيفيشن الداخلي، او في بعض الاحيان الناس بتسميه الانثوزياسم، الدافع اللي موجود عند الفرد للقيام بالعمليات المختلفة. طبعا عشان اي عملية تعليمية تكون سليمة وتوصل للأوبجكتس بتاعتها وتؤتي ثمارها، لازم الاثنين يفعلوا. لازم الشخص يكون عنده دافع ان هو عايز يكمل للآخر، ولازم ان يكون البيئة اللي بتحفزه ان هو يكمل بتديله proper motivation
انه يكمل until learning objectives is reached. ده كده يعني by the way في عجالة بنقول ايه هي learning objectives sorry learning experiences اللي قال عليها ديفيد بيركنز. اوكي طيب طبعا انا بقول learning objectives كتير بصراحة وتلخبطت دلوقتي وقلت learning objectives ايه بقى learning objectives دي. ف حد ممكن يدينا واحد بزر كده ويقول لنا ايه هي learning objectives؟ البزر is reset start يا جماعة. مين يقدر يدوس على البزر ويقول لنا يعني ايه learning objectives او من وجهة نظر what is a learning objective؟ شوشة. اوكي محمد شوشة اتفضل يا فندم. وعزيز اوكي سلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا محمد اخبارك ايه؟ الحمد لله يا فندم الله يخليك. منتظر تليفونك لسه. انا متاسف. لا ولا يهمك. طيب انا سعيد قوي بس بالتعريف اللي انت قلته كلمه بيئه او ايكو سيستم ده هو ده يعني في الليرنينج هو ده بالظبط اللي احنا بنتكلم عليه ما هوش عنصر لوحده لكن سواء ليرنينج او اديوكيشن هو اكتر من عنصر لازم كلهم يتسقوا مع بعض يعني حاجه واحده كلها بتسمى منظومه ليرنينج اوبجكتيف اعتقد من وجهه نظري انها حاجه اكشنبل زي ما انت قلت كده سبيسيفيك او فيري سبيسيفيك ميجرابل يقدر يحس وكمان في التعليم دايما بنتكلم مع الصغيرين انه يبقى ليها تطبيق في الحياه يعني اربط له في ذهنه مهم جدا السؤال الازلي اللي احنا كنا بنعانيه واحنا صغير وانا باخد بيه ليه وانا لما بيها ايه وانا مدير ولا انا محاسب تفاضل التكامل فالليرنينج اوبجكتيف لازم يبقى ليه ريفليكشن على الحياه واستخدامه والواقع بتاعه اعتقد يعني ده بص هو يعني اللي انت قلته جميل جدا ان هو عدى مرحله انت بتشرح الليرنينج اوبجكتيف انت بتتكلم كمان على وقع الليرنينج اوبجكتيفز على الاهداف الشخصيه ده كلام سليم وهاخد منك ان فعلا الليرنينج اوبجكتيف لازم تكون سبيسيفيك لازم تكون ميجربل لازم تكون فيري كونسايس فهاخد اطلاله كمان من حد واقوم قايل بس ايه موضوع الليرنينج اوبجكتيف ده احمد عزيز اتفضل يا فندم السلام عليكم طيب هو يعني مش هزيد كتير على شوشة قاله يعني ممكن بس اقول انه learning objectives في بعض الاحيان بتبقى مشكلتها ان هي بتتضخم زيادة عن اللزوم بتأفور فلازم learning objectives لانه زي ما انت وصفتها ان هي وعد انا هقدر فعلا within التريننج بروجرام بتاعي او التريننج او الليرنينج اكسبيرينس اللي انا عاملها هقدر اريتش فعلا الاوبجكتيف ده ما وعدش بحاجات مستقبليه ما اقدرش انفذها ما اقدرش اشوفها او ما اقدرش اقيسها فيمكن دي الزياده بس اللي كنت حابب لا لا هو ده 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 مش زياده ده كده في الكور مصطفى جلال اتفضل يا فندم اخر حد عمل باز ماشي اتفضل طيب السلام عليكم جميعا شكرا يا مون ان انت اديتني الفرصه هو ببساطه كده يعني لو هنقول الليرنينج اوبجكتيف بشكل فيري سمبليفايد هي حكمه لطيفه بتقول ستارت وذ اند ان مايند فده بيخليني افكر ايه اللي المفروض هيتحقق في نهايه الليرنينج اكسبيرينس اللي الشخص ده هي هي هيحضرها واللي احنا وتشانكت انتو يعني سمولر بايتس فمثلا انا بحدد الشخص ده المفروض يطلع يكون عارف ايه يطلع بيكون بيعرف يعمل ايه او طلع غير في طريقه تفكيره او البرسبكتيف او المنظور بتاعه للامور بشكل عامل ازاي واذا تمت الامور دي بشكل صحيح فده بيحقق لي بعد كده حاجه اسمها ليرنينج اوتكم المخرج بقى التعليم اللي فعلا اللي قاله شوشه في الاول منتهى التعليم ايوه ده اللي بنعكس بعد كده بقى على اللايف كونتكست الامباكت الحقيقي اللي بيحصل على ارض الواقع ان فعلا الشخص ده بقى قادر يعمل 1 2 3 4 في ديفرنت بقى يعني بقى كونتكست شغل يعني هو بقى قادر يخطط فمش بس بيخطط في بيئه العمل لا هو خلاص بقى عنده مايند سيت بتاع التخطيط فبيقدر يخطط على المستوى الشخصي بيقدر يتحقق في بيئه العمل بيقدر يخطط على المستوى المجتمعي ومهم جدا ان احنا الجزء اللي قاله عزيز ان الامور لازم تبقى فيري كلير وفيري سبيسيفيك ان هي ما تتضخمش هو هيطلع يعمل واحد بس يبقى هي واحد مش لازم نضخم الموضوع احنا كليرنينج يعني professionals ان انا بصرح للكلاينت او للشخص اللي يحضر ان انت هتطلع تعمل واحد واثنين وثلاثة وثمانية وتسعة
فلازم تبقى ايه خلاص هي على قدر اللي محتاجه دلوقتي في السياق اللي احنا محددينه، والليرنينج اوبجكتيفز مش تيجي الا من فهم السياق من البدايه صح. فسرعه الاطاله 100% الليرنينج اوبجكتيف مشكله في حاجه، احنا عندنا دلوقتي من اهم الاساسيات بتاعتنا في شغلنا كIDs او كشغلنا كانستركشنال ديزاينرز او ناس بتشتغل في الايديوكيشن، ان احنا لازم نركز على تحديد objectives واضحة سليمة مهمة. ليه؟ لأن learning objective دي هي اللي بتديكتيت إحنا هنعمل إيه في التجربة التعليمية، هي اللي بتديكتيت هنعمل التجربة التعليمية دي ونوصل بيها لحد أنهي level. أنهي level ده اللي هو أنهي level إدراكي، هل الناس بنهاية البرنامج التعليمي هيتذكروا المعارف، هيفهموا المعارف، هيكونوا قادرين على تطبيق المعارف، تحليل المعارف، تقييم المعارف، ولا ان هم يقدروا يكرييتوا يخلقوا امر من جديد. كل واحده من دول او كل ليفل من الليفلز اللي انا اتكلمت عليهم دول، طبعا اللي عارف انا بتكلم فيه هو عارف ان انا بتكلم في حاجه اسمها مصفوف بلوم او بلومز تاكسونومي لتدرج الادراك البشري، عارف ان قد ايه الموضوع ده مهم. لان انا لو ما حددتوش، لان كان عندي سؤال If I do remember properly, هل أنا بصمم وأنا حاطة في بالي هستخدم إيه، ولا بصمم وأشوف إن هي هتمشي ولا لأ؟ ده الإجابة يا فندم. إحنا ما بنصمم برنامج تعليمي قبل ما بنعمل أي حاجة في البرنامج التعليمي، إحنا لازم نكون واقفين على قواعد ثابتة when it comes to learning objectives. الـ learning objectives دي لو مش قابلة للتحقق، لو لا تراعي فكرة انها تحقق تجربة تعليمية سليمة، مش هنعرف ان احنا نكمل قدام، مش هنعرف ان احنا نبني learning experience ولا gamified ولا مش gamified. فthis is an extremely important thing that needs to be put into consideration. طيب تعالوا نكمل كلام. So for a learning objective to be effective, واحد ال learning objective ده لازم يكون deeply engaged مع subject matter. يعني انا كليرنر لازم اكون منخرط جدا في النوليدج، منخرط جدا في السكيلز اللي انا بحاول اطبقها، منخرط جدا في الانتر اكشن، منخرط جدا في التجربه ككل، حاسس ان انا لا انا عايز اشتغل واعمل اساينمنتس واكمل التاسك واشتغل مع زميلي او التيم اللي انا موجود وانا كنت عايزين ان احنا نوصلها and so on and so forth. تمام، must undertake intellectual challenges. في حاجة لطيفة كده، راجل طيب هو يعني اسمه طويل قوي، اسمه ميهاي شاكسام ميهاي، عادي في الأول في الآخر هي أسماء أجنبية، فميهاي شاكسام ميهاي عمل كتاب اسمه Optimal Flow أو الاسم الدارج Flow، وكان بيقول لك ان for any learning to happen لازم يكون في اتساق ما بين two grids، الجريد بتاع الديفيكولتي و الجريد بتاع الديفيكولتي والجريد بتاع قد ايه الموضوع ده is possible applicable في mastery من ناحيته. لان بكل بساطه لو الحاجه is extremely difficult انا هتعقد وهحس ان الموضوع صعب ومش هعرف ان انا اعملها وthis is too challenging for I cannot continue، ولو لقيت الحاجه سهله قوي too easy هبقى بورد ومش قادر ان انا اكمل في الموضوع عشان بقى خلاص الملل جاب معايا والزياده. So this is something that we need to put into consideration، صعوبه التاسك ومدى قدرة الناس على تحقيق التاسك الماستري بتاعتها. لو التاسك is very possible ان هو يتحقق الناس هتبقى too bored، ولو التاسك is very difficult ان هو يتحقق الناس مش هتعمل فيه اي حاجة. so it has to be a balance ما بين قدرة الفرد على تحقيق الحاجة وان التشالنج يكون قابل ان هو يتم التعامل معاه. هنا بيحصل flow، مجال لان يكون في فلو ما بين التو جريدز. ليه؟ لان الناس they love to take challenges، they love to take intellectual challenges، challenges منطقيه، challenges
بتقاتل او بتباتل مع افكارهم, بتخليهم ان هو اوكي اي وانت تو اندرستاند ذس, اوكي ذس سيمز انترستينج, الموضوع ده انا عايز اعرف عنه اكتر. فلو الموضوع ده مش موجود في اي ليرنينج اكسبيرينس, حاجه من الاثنين, يا اما بتمل ولو الموضوع صعب قوي بتسيبها ويحصل لها فرستريشن. ف when you're building a learning objective, حاول انها تكون فيها intellectual challenges, بس خلي بالك من التشالنجز دي, لا تكون too high ولا too low, ولا ان الناس ما تبقاش عارفه تعملها خالص او انها بتعملها يعني بطراطيسه بقى كده بكل بساطه. النقطه اللي بعديها, have room to take learning risks, ان الناس يكون عندها مجال انها تاخد ريسكس. As a matter of fact, من احلى الحاجات اللي انت تعملها كراجل بيشتغل في الاي دي او بيشتغل في الانستركشن عامه, كترينر او كايديوكيتر او حتى كفاسيليتيتر, ان انت لازم تاهل مجال ان الليرنر ده يعق, يغلط ويحاول تاني, ياخد ريسك, ما يخافش انه ياخد ريسك, ولو خد ريسك ما يحصلوش بانشمنت, ما يحصلوش جلد, ما يحسش ان هو هيتعور عشان هو خد ريسك معين. تهيئه البيئه التعليميه اللي تتيح للافراد ان هم ياخدوا ريسكس ويعقوا ويقعوا بتدي للليرنينج اكسبيرينس طعم تاني خالص. ايه هو الطعم التاني ده؟ ان انا موجود في ليرنينج اكسبيرينس, اتس نوت اونلي تشالنجينج مي, بس كذلك بتخليني ان انا اجو فار بيوند اللي انا كنت متخيله, بتخليني اجرب حاجات انا ما كنتش متخيل ان انا ممكن اجربها, بتخليني اعمل حاجه انا ما كنتش شايف ان هعرف اعملها بصوره سليمه. This is a learning experience that has a room for risk. اي ده ايه, اما انا قاعد بتكلم على learning experience, على كل ده ما اتكلمتش على gamification, كل ده انا بتكلم على التجربه التعليميه. يعني التجربه التعليميه دي ممكن تتعمل عن طريق gamification او من غيرها, بس انجح التجارب التعليميه هي اللي بيكون فيها النقاط دي. Let's finish up. Must face a margin of failure and can bounce back. مفيش تجربة تعليمية بتبقى تجربة تعليمية سليمة من غير ما البني آدم ما يفشل. Let's think about it. دلوقتي when it comes to any experience أنا بخشها كبني آدم, if every time I succeed, every time I do something I do it easily, اعتدت النجاح, راجل على طول عايش في حالة نجاح مستمرة, that doesn't mean ان البني آدم ده took any intellectual challenges, that doesn't mean ان البني آدم ده took any risks, that doesn't mean ان البني آدم ده حاول ان هو يشد من الليفل بتاع السكيلز بتاعته, مع البني آدم ده ما عملش stretching للابيليتيز بتاعته. قابلية الشخص للفيلير او ان هو يفشل ويرجع تاني بتزود كتير قوي من قدرته على المثابرة, من قدرته على التعلم, من قدرته على التحليل, ان هو يكون يقدر يكون عنده critical thinking او analytical thinking. لا, هو انا فشلت ليه, انا ايه اللي وقعني, هو انا فشلت completely ولا انا specific part, طب الحاجة دي لو انا عملتها بشكل مختلف هل هتنجحني, طب لو انا عملتها بزيادة 2 3 4 من النولج في كذا هل هتنجحني قوي ولا هتخليني افشل تاني عشان كده زودتها باكتر ما هي محتاجه. The ability for you to allow a person انه يفشل وتديله فيدباك وباونس باك ويكبر ويتطور و بيحقق كل النقاط اللي قلناها قبل كده. مفيش learning experience ناجحه من غير ما الناس ما تفشل فيها, ولو الناس جات لك في learning experience دي بتنجح على الدواء يعني على السواء, كل حاجة قاعدين بينجحوا فيها, فيا فندم انت كده ما بتعلمهمش, انت جايب ناس عشان تسقف لهم وتهيص لهم بس انت كده ما بتعلمهمش, او هم اصلا جايين جبارين هم فظاع. فده خلينا نبص على حاجتين, هو انا الليرنينج اوبجكتيف بتاعتي كانت صح؟ طب هو انا عامل الليرنينج اوبجكتيف دي للاودينس الصح؟ مش يمكن الاودينس اللي انا بتكلم عليه ده هو اوريدي ناجح وجامد جدا 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 في اللي انا بتكلم فيه, ف there is no need ان انا احط الليرنينج اوبجكتيف دي, I need to change it. او يمكن الليرنينج اوبجكتيف سليمه بس مش للاودينس, ده الاودينس تاني. سو يس,
failure and punishing زي ما بيقول أستاذ هشام فؤاد is punishing avoidance is something really good. ده حقيقي. Punishing avoidance is really good, بس خلي بالنا بس من كلمة punishing. أما أنت بpunish person أنت مش بتجلده. لما بيقع ويفشل أنت مش بتحاول أن أنت تعوره. إنه أنت يعني عايز تكسره. لا أنت ال punishment ممكن تكون في إن هو اتحرم. Exactly metaphorically. ممكن تكون ال punishment by the way إن هو اتحرم من إنه ياخد points. اتحرم من يعني let's say إنه قاعدين بندي points على كل واحد كده عمل حاجة في activity جوه class. انت ما خدتش 5 من 5 خدتش 10 من 10 ده punishment في حد ذاته ان انت مثلا ما اديتوش ستار على دماغه ده punishment في حد ذاته ان هو ما خدش public praise شطور حبيب قلبي ما خدش الكلام ده والناس كلها اتعمل لها شطور حبيب قلبي وهو لا so punishment مش معناها ان انت لازم تزل البني ادم بس فيس اتس metaphorically ان انا مش عايز ان انا يعني اقرص على الناس بالشكل ده moving on واخر نقطه موجوده معانا هو their sense of curiosity must be increased. A learner's sense of curiosity بتاعته must be increased. تعال أقول لك على تجربة إحنا كلنا مرينا بيها. بس قبل ما أقول التجربة دي أنا عايز أسأل بني آدم عن التجربة دي. فأنا هكلير البزر وهقول لكم قدامكم 45 ثانية حد يدوس على البزر عشان عايز أسأل السؤال. اوكي في علا قاسم اوكي هباوز ثانك يو اوكي علا موجوده معايا يس انا اوكي شوف علا انا عايز اسالك سؤال بسيط جدا يعني انا متاسف ان انا هرجعك بالذكريات لذكريات اليمه كلنا كنا بمر بيها في فتره من الفترات كلميني على اكسبيرينس ان كل يوم بتروح المدرسه الصبح بشعه مأساة جدا بس ليه قولي لي موضوع ممل ليه بروح الساعة 8 بقعد في كلاس قاعدة ما بتحركش بتفرج على مدرسين حتى في الجامعة بس ما عملش أي حاجة تاني شكرا هي المشكلة في حاجة أقول إن في رتابة إن أنا عارفة إن يوم الاثنين هيحصل كذا ويوم الثلاثة هيحصل كذا ويوم الخميس ولو حصل حاجة مختلفة هو مش مختلفة أوي يعني مش جديدة او ممكن انا بقولها لنفسي ان هي جديدة بس عشان يعني احسس نفسي اني عايشة ان في حاجة مختلفة دي رتابة التعلم بتخلق عند البني ادم نوع من انواع النفور ان هو خلاص يعني بقى متوقع what's going to happen بس let's experience it in a different way تعال نقول ان انا بحضر كلاس كل مرة ما بحضر كلاس انا مش عارف التيتشر او الادوكيتور او الترينر او الفاسيليتيتور بتاعي ايا كان اسمه ايه هيعمل معانا ايه النهارده what kind of experience هيحطنا فيها هنقرا مع بعض هل هيبقى في ستوري تيلينج هل هيبقى في ان اكتيفيتي هل احنا هنبقى قاعدين بنبتدي الموضوع with a specific share او انا بقول مدرسه اطفال يعني with a song or احنا مثلا هنعمل game مع بعض هتبقى شكلها كذا فانا بقيت مقبل على something that I do not know about وده الاعجاز العلمي ان انت تكون رايح مقبل على حاجة وانت مش عارف انت مقبل على ايه بس انت عارف انك هتنبسط one of the really يعني effective points in a learning experience ان الناس يكون عندها sense of curiosity ان يكون عندها حس فضول على طول شغال انا عندي فضول هو ايه اللي هيحصل النهارده هنتعلم ايه النهارده طب انا ممكن اكون عارف عشان الكتاب المدرسي موجود معايا او الكتاب بتاع الجامعه او البامفلت او الهاند اوت بتاعه المحاضره موجوده معايا بس اي دونت نو هو الراجل اللي بيدينا او الدموزال اللي بتدينا دي هتعملها لنا ازاي This is one of the things اللي بتساعد على واحد البني ادم ده عامل في learning experience بتاعته فضول بتخلي الناس كل مرة undertake intellectual challenges والintellectual challenges دي بتمشي على موضوع flow وبتديلهم room for giving feedback and having feedback وان يكون في punishment بس ما بكونش بتزل وان يكون في possibility ان البني ادم ده ياخد risk ويطلع من الريسك and so on and so forth so
what I'm talking about so far من learning objective to learning experience أنا قاعد بحاول إن أنا أرسم الرسمة بتاعة يعني إيه بيئة تعليمية وروح تعليمية سليمة. كل اللي أنا بقوله ده مش محتاج gamification. كل اللي بقوله ده محتاج حاجتين. معلم عايز فعلا إنه يساعد المتعلمين، واتنين متعلمين فعلا عايشين تجربة هم مبسوطين فيها. وكلمة مبسوطين مش معناها ان هم مزقطتين، لا، هو كلمة مبسوطين يعني هم الناس بينجحوا، حاسين بساتسفاكشن، حاسين بإشباع من التعلم، حاسين ان هم قادرين كل يوم وكل ستيب وكل مرحلة وكل مايلستون يكملوا فيها، وهم they're convinced that they're learning. ده الكور. بعدين نتكلم بقى على أي حاجة تانية ليها دعوة بتقنيات التعلم. Let me check the chat. So let's call it this encouragement or negative reinforcement. طب تعالى نتناقش في الموضوع ده في آخر الحلقة النهاردة يا هشام. يمكن نتكلم عليها بشكل تاني. Okay, the objectives should be known to the learners. طبعا الobjectives. طبعا أنا بكلم هنا بقى إيه corporate وpublic trainings وtrainings و learning experiences أكتر ما أنا بكلم على education في المدارس. The learning objective من أهم الحاجات اللي لازم الفرد يكون على علم بيها قبل ما يخش أي عملية تعليمية. طيب تعال بقى خش في العميق شوي. ده learning experience. طيب ده بقى بيخلينا نعرف موضوع مهم قوي. إحنا عايزين نتكلم على what is gamification. بس قبل ما نخش على gamification واحدة واحدة كده، عايزين نفرق ما بين كلمتين، كلمة game وكلمة play. Can anyone tell me the difference ما بين game وplay؟ طبعا بالطريقة دوس على البزر، أنا هفتح التايمر وستارت. صلاح اوكي خلاص خلاص يا جماعه انا غلطان، انا وقفت البازر اهو. صلاح اتفضل يا فندم. صلاح الو. طيب هنخش على حد تاني. شوشه اتفضل يا فندم. طيب هو اعتقد انه في رايي البلاي ده اللي هو حاجه غير هادفه، يعني حاجه مش مقننه، مفيش قواعد، مفيش احكام، مفيش اي تفاصيل محدده، يعني هو حاجه فن اي تحديد. الجيم لا، فيها روح، فيها قواعد وفيها تفاصيل ومعروف مين بيكسب امتى لما يحقق ايه وازاي والدوره بتاعتها. ظني كده يعني، والله اعلم. زي الفل. انا هنحكي على كلمه فن دي بعدين، بس عامه يعني تعال نقول يا حظاظ موجوده معايا. انا بعمل كده. شوشه انت معايا لسه؟ شوشه معايا؟ ايوه يا محمد معايا. هو انا كده بعمل ايه؟ بتلعب؟ لا، تعالي لي بالانجليزي عشان بتلعب عندنا لعب، هي لعب، هي بلاي وجيم بالظبط، بس هي بتيجي بالانجليزي اكتر. وانا كده ببلاي ولا بجيم؟ كده بلاي. بلاي فعل اللعب اللي هو باللغه العربيه، فعل اللعب هو بلاي. ان انا قاعد بلعب، انا هنا بعمل ايه؟ مجرد قاعد برمي الحاجه. طيب لو قلت لك شوشه لو سمحت انا عايزك ان انت تحسب لي هنطط البتاعه دي كم مره في الدقيقه، كده اصبحت ايه؟ بقى في قاعده معينه او في بنش مارك نقيس عليه، او لو حد تاني دخل الجيم يبقى نعرف نقيس مين نطط اكتر في الدقيقه. بالظبط كده. البلاي هو فعل اللعب، ان انا بلعب، الفعل الفيرب. لعبه هي جيم، وعشان الجيم تبقى جيم لازم يكون فيها سو ماني فاريبلز، سو ماني فاكتورز. تعالوا نتكلم عليها. A game is actually, يا جماعة, a system. A game is a system in which players engage in artificial conflict defined by rules, زي ما انت قلت كده شوشة, that results in a quantifiable outcome.
A game is a system. System يعني إيه؟ يعني في input وفي output. الانبوت ده عدد واحد بلاير محمد وعدد واحد سلسلة وبن engage في artificial conflict. في conflict صناعي اصطناعي. conflict مش موجود. conflict موجود في الاتموسفير بتاع اللعبة. أنا هنا خلقت لنفسي environment أو atmosphere فيها conflict. الconflict ده إن عايز نقطة البتاعة دي أكبر عدد من المرات وليها rules. قلت الشوشة لو سمحت شوف أنا حنطط البتاعة دي كم مرة في الدقيقة. That's the rule. عشان في الآخر يحصل لي quantifiable outcome. أظهر بي outcome كمي محدود مقاس. حلو كلام؟ So a game exactly is a process that has rules. A game is a system. So let me reflect على اللي أنا قلته كده تاني. System يعني game. Input and output. Input, players, rules, elements إلى آخره. والoutcome حاجة متحددة quantifiable ومقاسة. Players هم learners في الحالة دي. والconflict هي behaviors. يعني إيه الconflict هي behaviors؟ الconflict اللي بيحصل هو أنا بقى ما بلعب مع شوشة دلوقتي كل مرة أنا قاعد بنطط البتاعة دي ممكن في الدقيقة ممكن تلاقيني نططها 30 مرة. فده was my behavior. I managed to do a specific behavior 30 times في الدقيقة. طب أنا ممكن أعدل البيهيفير ده لو حاولت تاني فأخليها 40 فأخليها 50 فأخليها 60. So the conflict actually works on people's behavior in the game. كل ما الconflict كان صعب بيقلل قدرتي على تحقيق البيهيفير ده. وكل ما أنا تمكنت من الconflict كل ده ما بيزيد من قدرتي على البيهيفير ده. وكل ما الconflict كان سهل كل ما كان زادت قدرتي على البيهيفير ده. فالسؤال دايما بيقول هو أنت وأنت بتعمل اللعبة دي هل أنت عايز تخلي الناس تعمل البيهيفير ده بصورة بصورة سهلة ولا صعبة ولا بصورة مقننة. A conflict always always controls what type of behavior you will do. Last but not least, the outcome هو learning. أيوة the outcome بيساوي learning. لأن المفروض بنهاية اللعبة اللي أنا بلعبها دي هكون حاجة من الاثنين. يا إما إيدي وجعتني يا إما تعلمت إزاي إن أنا نطت السلسلة يا إما إيدي وجعتني وتعلمت إن أنا نطت السلسلة وعرفت إن أنا نطت السلسلة دي عن طريق إن أنا أكون إيه طلعت بستين مرة تنطيط للسلسلة في خلال دقيقة وده كان الرقم القياسي. وتلاقي دايما الناس لما بيلعبوا أي لعبة بيبص على الرقم القياسي because this is التوب اوتكم اللي كل الناس عايزه توصله. This is the learning اللي الناس عايزه توصله. So that's the huge difference ما بين كلمة game and play. طب احنا عندنا كلمات تانية عايزين ان احنا نحطها في الاعتبار. اول واحدة game. Game, this term includes all sorts of game for the sake of entertainment and any other category except for gamification. أنا لحد دلوقتي يا جماعة ما كلمتش في الجيميفيكيشن معلش أنا قاعد يعني مخليكم مستنيين معايا كل ده بس كل ده ما كلمتش في الجيميفيكيشن. جيم هي أي حاجة بالمنظر اللي انتوا شفتوه ده بلعب في أوتكم نطط العب اللعبة بكاركترز معينين. يعني فور اكزامبل أنا عندي هنا عندي سبيسيفيك كاركترز في لعبة عندي ريك وعندي مورتي وموجودين على بورد جيم وقاعدين بنلعب اللعبة دي وبنوصل بإيه؟ بهدف محدد في نهاية اللعبة. نهاية اللعبة إيه؟ لعبة pure entertainment. أي فايدة تعليمية من أي نوع. This is a game. Okay؟ طيب. في حاجة اسمها game for learning. A game designed specifically with some learning goals in mind. Game for learning. G4L. يعني دي لعبة أما احنا صممناها حطينا بعض الأمور اللي ليها دعوة بالتعلم when we're doing it. حد ممكن يديني مثال على حاجة زي كده؟ اضغط لي على البازر. في مثال لعلمة كلنا احتكينا بيه بس اضغط لي على البازر أشوف لو في حد ممكن يسمع معي في المثال ده. Game for learning. Game معمولة وفيها بعض learning objectives.
في احتمالية learning objectives. start. مين حيدوس على البزر؟ اوكي يلا يا جماعة فاضل 20 ثانية، مين تاني حيبوس على البزر؟ game for learning. طيب والله يا شوش انت الوحيد اللي متعامل معايا في السيشن دي، بقى هقول ايه؟ انا استنيت شويه والله قلت حد يشارك ف... شكل الناس مش عايزه تشارك. لا انا مطمن انها سيف انفايرومنت عشان اغلط عادي يعني. طب خلاص يا سلام ربنا يخليك. طب قول لي بقى ايه اللي انت game for learning؟ انا مش عارف المثال بالظبط او تخيل اللي انت تقصده بالمثال، بس هي اي لعبه من الالعاب اللي بتتعمل حتى ابلكيشن موبايل او على الويب سايت او اي حاجه فيها انت بتعلم جمع، بتعلم طرح، بتعلم استراتيجي، حتى لو بنتكلم في ادلتس يعني كل دي جيمز فور ليرنينج. ومش عارف هي تنفع تبقى جيم بيزد ليرنينج. نو جايه بعد شويه جيم بيزد ليرنينج جايه على طول. طيب حلو قوي. يبقى game for learning في لعبه لعلمك احنا كلنا لعبناها يا شوشه وكلنا احتكينا بيها، وانا متاكد ان احنا احتكينا بيها. ليجو يا جماعه. ليجو. 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 للي ما يعرفش ان ممكن حضرتك تبقى سيرتيفايد ليجو ديزاينر وسيرتيفايد ليجو فاسيليتيتر. ليجو از اكشلي ون اوف دي موست جيمز اللي هدفها اصلا بيور انترتينمنت، بس بتساعد على ايه كذلك يا شوشه؟ انها تعلم الناس سبيشال انتليجنس، الذكاء الفراغي، ان انا ممكن بمجرد شويه بلوكس اعمل مبنى بشكل معين او اعمل مكتبه صغيره. نعم احاكي مبنى او رسمه معينه موجوده. اكزاكتلي. فهي اللعبه في الاساس يا شوشه، خليني اسالك انت بما ان انت الموجود معايا، يعني اللعبه في الاساس لما اتعملت هي اتعملت عشان تعلم حاجه؟ لا لا، هي اصلها كانت للجيم. للجيم بس. This game is a game for learning, a game designed specifically with some learning goals in mind. يعني وهي لما كانت معموله اللي هو ده ممكن يعلموا الناس ان هم ايه، يحاكوا مباني، يكون عندهم استخدام معين للابداع. Some learning goals in mind. Okay, this is game for learning. تعالوا نخش أعمق شوية. Serious games. A game designed for purposes other than or in addition to pure entertainment. ألعاب تم تصميمها لحاجات بعيدة عن الانترتينمنت. حد ممكن يديني مثال serious games؟ دوس على البازر طبعا. اوكي عزيز. اوكي عزيز اول واحد داس، في ثلاثة داس بس عزيز اول واحد داس. تفضل عزيز. اكزامبل سيريس جيمز مثلا زي ريسك ذا بورد جيم. اعتقد انه الديزاين بتاعها في الاصل هو علشان يعلم حاجة مش علشان الانترتينمنت. اوكي يعني ريسك اصلا ما كانتش معمول للانترتينمنت. والله ده رأيي يعني، مش معلومة عندي، بس انا لما لعبت ريسك لقيت لا، انه كمية الليرنينج اللي فيها او اللي بتطلع من وراها ممكن تغلب على الانترتينمنت. بص يا حبي عزيز، انت اخويا فانا عارفك كويس، في لعبه اقدم من ريسك عايزك ان انت تدور عليها، لعبه اسمها دبلوماسي. دي فعلا كانت محاكاه للي كان بيحصل جيرنج الحرب العالميه الاولى، فانت هتلاقي ان الخريطه نفسها من ايام ما كان في حاجه اسمها الدوله الالمانيه الهنجاريان جيرمان امباير، مش عارف ازاي بتقلب العربي، بس هي الامبراطوريه الهنجاريه الالمانيه. ف this is one of the games اللي أثرت على تفكير الناس when it comes to war، لكن ما اتعملتش for that purpose. Serious games زي ايه؟ and I believe في كذا حد راح بعت لي مسج على جنب اللي هو قصدك ايه بسيريس جيم.
اوكي a serious game is كلمة game يا جماعة أنا حاولت أقول لكم في الأول كلمة game is a system كلمة game مش شرط أنها تكون game so serious games دي games بيتم استخدامها كبرامج محاكاة عشان تخلي الناس تتعلم أمور serious زي flight simulators is a serious game soldiers fighting in a specific war ب AR أو VR is a serious game simulation على skydiving is a serious game. As a matter of fact, لو حد عايز ان هو يصرف ويروح على مؤتمر حلو, في مؤتمر هيتعمل ان شاء الله في فنلند في April, ده المؤتمر بتاع serious games. لو انتوا رحتوا شفتوا اسماء الناس اللي بتحاضر, ناس من الميليتاري, ناس من ناسا, ناس من من شركات مالتي ناشونالز بتشتغل مالتي ناشونالز من فورتشن 500 كومبانيز. المحاضره فترتها ساعتين. فورتشن 500 كومبانيز دول بيتكلموا على سيريس جيمز. جيمز فعلا عباره عن برامج محاكاه هدفها الرئيسي محاكاه يا اما مهاره صعبه يا اما محاكاه ظروف عمليه ممكن انها تكون زي ايه ظروف كارثه crisis مشكلة حاجة الناس متوجسة منها أو situation الناس عايزين يجربوه. يعني زي ما كده الناس كانوا عملوا simulation to something like إن احتمال لي بحاجة زي COVID كده تضرب في المجتمع وإحنا هنعمل معها إيه. That was a simulation. This is a serious game. So no يا علا, serious game is not playing puzzle. وserious game مش لعبة أسهم. Serious game is actually a system, a simulation system. هدفه في الأساس مش entertainment. هدفه دراسة و analysis to a specific situation or a specific skill. This is a serious game. Okay? طيب. في game اسمها Plague. Plague is an amazing game, بس Plague is a board game يا أمنية. أمنية. مس أمنية. It's a board game. I love it. وباي ذا واي لو انت عندك اكس بوكس في بلايج بتنزل على الاكس بوكس وفي بلايج ممكن تلعبيها من على الكمبيوتر. وحصل اضافه على لعبه بلايج انها دلوقتي بقوا مزودين عليها مش ان انت ازاي الفيروس ينتشر بس ازاي تقدر تحد من الفيروس عشان يواجهوا اللي بيحصل مع كوفيد. بس again this is a board game, this is not a serious game. طيب شوشة انت رفعت ايدك, اتفضل يا فندم قبل ما اخش على النقطه اللي بعديها. انا سؤالي برضو هل بقى في اللي احنا بنتكلم عليه سيريس جيمز سيميوليشن زي ما انت قلت سيميوليشن بتاعه البيزنس لما بتتكلم على ادلت ليرنينج حاجات اللي شركات بتعملها دي تعد كده لانه دي هدفها انك تحاكي شركه تحاكي انك بتحط جاي جاي تقلقش هسيبك انا كده ده كلام يعني قطش حالا. بص يا فندم انا قاعد بس ايه بترقى في الموضوع واحده واحده وهاجي لك في دي لان انا اصلا كنت بشتغل في الحاجات دي يا شوشه. يعني انا اشتغل في السيميوليشن دي ده شغلي. في اول حاجه هتلاقوا بقى ايه الكروت بتصفر بقى الكروت الذهبي بقى بتطلع. جيم بيست باداجوجي. باداجوجي او باداجوجي. باداجوجي يعني منهجيه التعلم يعني طريقه التعلم. فهنا بنتكلم على جيم بيست باداجوجي. جيمز بيستخدمها ال teacher او الانستركتور او الترينر عشان يفاسيليتيت الليرنينج the process and practice of teaching and training using games. يعني for example يا جماعه النهارده عشان تتكلم معايا وانت معايا في السيشن you need to ترمي الدارت. اما ترمي الدارت وتجيب let's say 20 ده معناها ان انت ليك عندي سؤالين. دي منهجية مختلفة في إدارة الكلاس. Actually في ناس بتقول لك إن game based pedagogy is more into class management. يعني أنا حاليا أما بقول لكم يا جماعة اللي عايز يسألني أو يتكلم معايا يدوس على البازر دي تعتبر إيه؟ game based pedagogy. أنا بحاول أعمل session management using something like a game. game based pedagogy بتبقى من وجهة نظر الانستركتور أو التيتشر. He or she is playing a game with the learners. بس the learners مش بيلعبوا لعبة. هم the learners منخرطين في لعبة من دورها إنها to manage the class. تخلي السيشن عشان تمشي في هيئة إنها لعبة. بس اللعبة لا بتعلمهم حاجة ولا is extremely fun. بس it's a game. It's a game
نمشي بيها الدنيا، نخلي الديناميكس بتاعت القعدة كده is more easy and more interesting. اوكي ده game based pedagogy او pedagogy، لان في ناس بتقولها كده وفي ناس بتقولها كده. طيب تعالوا نخش على بعدي. game based learning the process and practice of learning through and using games. Game-based learning بكل بساطة يا جماعة هي إزاي أنا كليرنر من عملية اللعبة نفسها، من اللعبة أنا بتعلم حاجة. في مثال دايماً بيتقال في Game-based learning، بصراحة أنا بعتذر بس هو مثال خطأ جداً، إن for example أنا دلوقتي معايا مسدسين، المسدسين دول بيطلعوا ليزر، أوكي؟ وأنا كليرنر موجود قدامي equation 3 زائد 3، فتلاتة زائد تلاتة ده بيطلع لي ايه؟ الرقم ستة، فقدامي نيازك بتطلع 9 و13 و6 و7، فانا معايا الليزر بيو ضربت ايه؟ الستة. فكده يقول لك game based learning. No. سؤال بسيط، هو انت كده علمتني mathematics؟ لا، انت اللي انت عملته انت اكدت على knowledge عندي في mathematics. انت عملت لي assessment، انت عملت لي activity، اديتني مسدسين ليزر على الكمبيوتر او على باد او على اكس بوكس او كونسل، وخليتني ان انا اعمل بيو بيو، بس انت كده عملت لي assessment، يعني تحس انها glorified activity. That's not a game. او actually this is not game based learning. Game based learning زي ما كنت بتتكلم من شوية يا شوشة، ان انا من جراء اللعبة، من اللعبة نفسها أنا بتعلم إزاي أعمل الحاجة. زي for example إن أنا عندي board game باللي بتبقى موجودة في الشركات يا محمد زي ما كنت لسه بتتكلم، والboard game دي الناس بتتعلم فيها change management من احتكاكهم بسيناريو اللعبة وشغلهم مع بعض فيها ووصولهم لهدف اللعبة، قالوا إن هم يعدوا بفترة التغيير، يقدروا ان هم يطلعوا من المحنة اللي هم فيها، فتعلموا من اللعبة ازاي يحطوا خطة، اتعلموا من اللعبة ازاي يشغلوا فريق، اتعلموا من اللعبة ازاي يمروا بخطوات التغيير. اللعبة شخصيا علمتهم الحاجة، لان اللعبة فيها سيناريوهات، اللعبة كان فيها كرايسس، اللعبة كان فيها عراقيل لازم ان هم يعدوها، وحيعدوها فقط لو هم فهموا الخطوة اللي قبليها اللي كانت بتقول لهم ازاي يعملوا البلان. This is game based learning. This is a game that was created for a specific objective، انها تعلم الناس من الخوض فيها ازاي يعرفوا يعملوا 1 2 3 4. في أمنية بتقول there was a game used by med students when you have patients and are asked to run investigations to them and have a diagnosis for their disease. After it, it shows explanation why your management was wrong or how to make it right. Is that an example of GBL? Actually, have a diagnosis of their disease. After it shows the explanation why your management was wrong. Wallahi, هو مش هقول قوي انها game based learning، ممكن اقول يا بصي هي it can work with scenarios. Okay, it can actually work as game based learning، لان هو بنهايتها الناس بتفهمه، بس لا هي بالضبط it works more as a serious game. مصطفى راح بعت لي privately بيقول لي it's a serious game، يا ريت تكتبها في الشات يا مصطفى. It's more of a serious game. This is not game based learning. This is a serious game، لان انت بتحاول ان انت تحطهم في السيناريوهات medical ويشوف المانجمنت بتاعها عامل ازاي. This is serious game. يعني انا بقول هي دي assessment؟ لا مش assessment. Is it game based learning? Not really. This is more of a serious game. اتفضل مصطفى جلال. سوري انا بعت الكومنت برايفتلي، انا كان قصدي ابعته على الجروب. لا it's more of a serious game فعلا. انا بفكر فيه في حاجات، يعني في حاجات كتيره بتستخدم ميديكلي خصوصا، يعني يمكن انا كنت شغال في الميديكال فيلد، في زي كده ما انت كنت بتتكلم على موضوع سيميليشن للطيران، في سيميليشن بتستعمل ان انت تو نافيجيت بديفايس معين، تخش تعمل عمليه جراحيه بمايكروسكوب، فبيبتدي يعمل عليها سيميليشن كتيره. في حتى ابلكيشنز على الموبايل ازاي تعمل تخيط جرح، بان انت الجرح يتفتح هتستخدم ايه الاول وهتعمل ايه، الكلام ده كله. فا all of these considered as serious games، ان هي بتسيميليت ومن خلالها الناس تتعلم. بس حاجه
they will apply it in the reality بنفس الشكل. Perfect. This is more of a serious game. The game-based learning المفروض إنها من احتكاكك بيها الاحتكاك نفسه الاكسبيرينس نفسها بتعلمك مهارة أو بتزيدك من معرفة معينة. كهوت I'm so sorry is not a game أساسا. يعني هو كهوت ما جاتش. يعني هي ما جاتش من ناحية الألعاب أساسا. It can be used as an assessment or a class management tool. كل اللي أنا اتكلمت فيه ده يا جماعة كل اللي أنا اتكلمت فيه ده مش gamification. أنا كل اللي أنا قاعد بهري بقالي ساعة كاملة أو بالضبط أم الساعة ده إن أنا بحاول أقول لكم what is not gamification. طب إيه هو gamification؟ Gamification is the application of game mechanics in a non-game context to promote specific desired behavior and drive learning outcomes. واحدة واحدة كده بقى وناخد الكلام ده بالظبط. احنا قلنا gamification هو ازاي تستخدم game mechanics in non-game context. هو احنا مش قلنا ان اي لعبة عبارة عن سيستم حلو وقلنا ان السيستم ده بيتفصص حلو. يبقى تعال نشوف اي learning موجود عندنا. learning اللي موجود عندنا عامل ازاي؟ اول حاجة احنا عندنا let's say بعلم الناس a program. program البروجرام ده فيه بداية وفيه نهاية. في learners بيكونوا موجودين فيه وفي knowledge وskills احنا بنحاول ان احنا نشرحها والناس انها تعرفها منها وفي outcome محدد learning objective محدد الناس لازم انها توصل. انا هنا بجيب الgame mechanics وببدل بيها السيستم اللي موجود حاليا عندي. يعني بدل ما بيكون البروجرام اسمه بروجرام بيكون اسمه رحلة جوه كيف او انه بيكون عبارة عن ميشن الناس المفروض انها تعديها. وبدل ما بيكونوا بلايرز البلايرز دول بيتحولوا معايا بدل ما بيكونوا ليرنرز بيكونوا بيتحولوا معايا الى كلمة بلايرز. وبدل ما بيكون ليرنينج اوبجكتيف بيكون في جيم اوتكم عايز ان انا اوصل له. دخول الناس في اكسبيرينس بالمنظر ده هي عبارة عن اكسبيرينس او استراتيجية بتحفزهم لان هم يوصلوا للليرنينج اوبجكتيف باسرع وقت. الجيميفيكيشن بكل بساطه هي عباره عن استراتيجي من دورها انها تحفز الافراد على فعل امر ما وعلى على الوصول الى اهداف محدده بصوره معينه. So as a matter of fact gamification is not a game. Gamification is a strategy. Strategy to run a system. If I imagined in the learning بتاعي, a learning program is a system. فأنا باخد the learning program as a system وبشوف السيستم ده what kind of strategy أنا ممكن أعملها عشان أنجحه. عشان أوصل باللearning outcomes بي للآخر وبصورة سليمة وبصورة highly valid and crystallized وأنها تكون ظاهرة للناس كلها. So actually, gamification is not a game. أنا بستخدم ما يسمى بgame mechanics. ميكانيكيات الألعاب. يعني عبارة عن عناصر من دورها إنها تسرع الاستراتيجي وتخلي الاستراتيجي دي تحصل بصورة سليمة وبصورة ممتعة وبصورة مختلفة وبصورة ممكن تخلي الأفراد عندهم الدافع إن هم يكملوها لحد الآخر. وما بقول كلمة ممتعة افتكروا ان ما قلت كلمة فن فن مش معناها فن العاب. فن معناها ان ممكن البني ادم يكون satisfied ممكن يكون حاسس بنجاح ممكن يكون حاسس بachievement ممكن يكون حاسس ان هو he's able to do something because fun doesn't mean that you always have to be playing ان انت قاعد مبسوط بتعمل حاجة. ده huge misconception. كلمة فن فن is actually mastery of a skill ان انت كل ما انت قادر انك تعمل skill معينة this is fun. وافتكرها اما انت بتبقى مبسوط وانت بتحل امتحان انك عارف انك هتنجح في الامتحان او ان انت مبسوط وانت بتعمل حاجة في شغلك وانت عارف انك ومتأكد انك تعمل الحاجة في شغلك دي بصورة سليمة. So as a matter of fact gamification is a strategy.
is the application of game mechanics in a non-game context. في حاجة لا تمت بصلة بعالم الألعاب. ودورها إنها to promote desired behaviors. ومن دورها إنها تحفز الأفراد على القيام بسلوكيات معينة. ويوصلوا للearning outcomes محددة. This is gamification يا جماعة. Game وgame for learning وserious game وgame based pedagogy وgame based learning مش gamification. دول كلهم يعتبروا ألعاب، منها لعبة في الانترتينمنت، لعبة for serious purposes، لعبة محطوطة وعندها بعض الأهداف اللي هي دعوة بالlearning outcomes، لعبة موجودة عشان تعمل class management، ولعبة من دورها أما الناس تعملها تتعلم مهارة أو معرفة معينة. أما gamification ده strategy. Strategy أنا بحطها عشان الناس تقدر إنها توصل للأهداف الأهداف، هنقول الأهداف، الأهداف والمنتهى التعليمي أو المنتهى التدريبي بصورة سليمة وبصورة سهلة وممتعة. حلو كلام؟ طيب Let's go deep. عشان تفهم gamification في حاجة كده مهمة لازم ان انت تعرفها عن gamification ABC، يعني حاجة اتكلم عليها راجل فضيل اسمه مات لوبلانك، هكتبها لكم حتى في الشات. مات لوبلانك هو وزملائه عملوا ما يسمى به الـ MDA. الـ MDA في الجيم ديزاين هو ميكانيكس، داينامكس، أستاتيكس. أي جيمفيكيشن أو أي لعبة على الأحرى أزوال لازم يستوفى فيها ميكانيكس، داينامكس، and أستاتيكس. This is something that has been put in game design. أما أنا باجي بصمم لعبة، استراتيجي بتاعت لعبة، لازم الـ MDA تكون موجودة. So what is an MDA؟ رقم واحد، mechanics. هي a set of rules that dictate the outcome of interactions within a game with elements that move the action forward. تاني، هي القوانين اللي بتوضع والميكانيكيات اللي بتخلي الجيم تتحرك. يعني for example ميكانيك ان اللعبة دي هيبقى فيها فرق، واللعبة دي هيكون موجود فيها competition، واللعبة دي هيكون فيها rewards، والrewards دي هتجيلهم بصورة دورية، واللعبة دي هيكون فيها unlockables، يعني ممكن وهم بيلعبوا فجأة يجيلهم حاجة غير متوقعة، واللعبة دي هيكون موجود فيها ستوري. كل دي عبارة عن ميكانيكس، أما أنا بحطها بتخلي الاستراتيجي بتاعتي goes forward، وهي اللي بتخلي إن في action جوه الاستراتيجي بتاعتي. It makes up the system، يعني هي دي الكومبوننتس الرئيسية بتاعت أي system. ف this is mechanics. طب mechanics إيه dynamics دي بقى؟ يعني نفهم. It includes the constraints, the emotions, the narratives, the progressions, and relationships. The direct behavior responses of mechanics. واحدة واحدة يا جماعة. أنا دلوقتي بلعب مع مصطفى جلال، محمد شوشة، ومس أمنية، وبسعولة، وعزيز. في ميكانيكس اتحطت علينا إن إحنا هنبقى تيم وتيم، وإن إحنا هنلعب لعبة معينة فيها competition، واللعبة دي ليها رولز. فوإحنا قاعدين بنلعب، أنا ومصطفى ابتدينا إن إحنا نتناقش مع بعض، وعزيز ومس أمنية ابتدوا إن هم يوصلوا القرار مع بعض، وإحنا بالطريقة دي عرفنا إن إحنا نعدي أول ميشن موجودة عندنا في اللعبة. البيهيفير اللي طلع النقاش، تحقيق الهدف، التحليل، دي عبارة عن الداينامكس اللي ظهرت من جراء الميكانيكس. أما أنا بصمم اللعبة أو بصمم الاستراتيجي اللي أنا عايزها، أنا بصمم عشان specific dynamics تظهر، لأن specific dynamics دي هي البيهيفيرز اللي أنا عايز إن الفرد يعملها، هي دي البيهيفيرز اللي أنا عايز أتأكد إن الفرد بيعملها بصورة سليمة عشان أحقق learning objective بتاعي. أوكي؟ So on my end, I put mechanics.
from a learner's end, هو بيلعب عشان تظهر specific dynamics. فأي ميكانيك بتظهر في اللعب كديناميك الفرد بينخرط فيه، بيغوص فيه، بيبتدي ان هو يعمله. وكل ده بيكون مغلف باستاتكس. ده يعني ايه استاتيك؟ الاوفرول اكسبيرينس اند فيلينجز وين انتراكتنج وذ ذا جيم. يعني احنا لسه كنا بنقول مصطفى وشوشه وعزيز وعلا وامنيه وانا قاعدين بنلعب لعبه معينه. فاحنا انا قلت لكم ان في ميكانكس معينه كومبيتيشن وبنحدد ميشنز. عزيز موجود في تيم وانا موجود في تيم مع مصطفى واحنا قاعدين بنتنافس لان احنا التيم الاصفر وهم التيم الاحمر واحنا نقاطنا اقل بسبب ان احنا خسرنا الميشن اللي فاتت وهم نقاطهم اعلى بس هم كانوا متمكنين عشان هم عندهم تحليل عالي احنا متمكنين عشان احنا ديتيلد قوي وكل ده بيساعدنا في ان احنا نقدر نستخدم الباورز اللي موجودة عندنا بس لو ما عرفناش ان احنا نعدي الميشن اللي جاية دي الباورز عندنا هتضعف. This is an overall experience فيها الوان صور قصص حكايات نقاشات منافسة بتحصل بين الناس. This all is called an aesthetic. دي اما الجيم ديزاينر بيبتدي ان هو يحط الميكانيكس بتاعته بيبتدي انه ياخد القلم ويرسم هي الاستاتيك العامة هتكون شكلها عامل ازاي، الاكسبيرينس اللي الليرنر هيكون موجود فيها هيكون شكلها عامل ازاي، هيكونوا مثلا صحراء، هيكونوا ضباط شرطة، هيكونوا رجال مطافي، هيكونوا مستكشفين، هيكونوا واقعين في جزيرة ضيعة، ولا اصلا هيكونوا عبارة عن ناس بيلعبوا لعبة جوه برنامج تعليمي مش شرط انه يكون في قصة موجودين جوه برنامج تعليمي وبيحاولوا ان هم ياخدوا نقاط عشان يتحسنوا في المهارة اللي هم بيتعلموها والإكسبيرينس العامة فيها هزار وفيها نقاشات وفيها منافسة بين فرق او منافسة بين الافراد وبعضهم عشان في الاخر ان هم يوصلوا للليرنينج اوبجكتيف. This is the aesthetic. So انا ما باجي بعمل لعبة بحط في الاعتبار الام DA. أنا عارف إن بعض الناس دلوقتي ممكن تكون يعني متلخبطة شوية من الـ NDA فخليني أكسبلين إت a bit more a bit further. In any learning إحنا كـ IDs إحنا كـ educators بيبقى عندنا design وبيبقى عندنا play design لحاجة عشان الناس تلعبها الناس تشارك فيها الناس تنخرط فيها وبيكون عندنا experience. شرحنا الموضوع ده صح؟ فيش أي مشاكل. فدلوقتي أما بيكون عندنا learning الديزاين أنا بديزاين إيه؟ content وpedagogy بديزاين content knowledge وpedagogy منهجية تعلم إن أنا هبتدي الأول بالشرح وبعد كده بعد ما بشرح حدلهم activity وبعد ما اعمل الاكتيفيتي حدلهم بعد كده اكسرسايز او اساينمنت وبعد ما اعمل الاساينمنت هيكون عندهم ريدنج لازم ان هم يعملوه بيداجوجي عادي جدا. وعلى هذا الاساس بيبقى في ايه بلاي. البلاي ده بيظهر عن طريق عمليه التيتشنج او التريننج في الفصل بعد الفصل قبل الفصل فيرتشوال بيفور سيشن افتر سيشن الكلام ده كله في play بيحصل فيه teaching بيحصل وفيه experience كاملة اللي بتحقق لي في الآخر specific learning objectives. سليم تعال نشوف user experience. الديزاين ده learner interface من وجهة نظر اليوزر أنا كليرنر أنا بشوف content وpedagogy وبحاول إن أنا أفهم هعمل ايه ومش هعمل ايه كليرنر انا بحاول افهم المحتوى التعليمي اللي انت بتقدمه لي. البلاي اللي هي عمليه التيتشنج كان بقى فيها جيم فور ليرنينج كان فيها جيميفيكيشن كان فيها جنن من العفريت بيحصل فيها انتر اكتيفيتي بانتر اكت على مع الناس اللي معايا وبتناقش معاهم ساعدني في الاساينمنت خلينا نشتغل مع بعض انا مش فاهم حاجه حرفع ايدي اند سو اون. والاكسبيرينس كلها بتبقى عباره عن engagement
يبقى في engagement جوه learning experience بتاعتي. الكلام ده كده مفهوم لان الكلام ده بنعمله كل يوم. تعال نشوف الموضوع التاني من وجهة نظر الجيمز او الجيميفيكيشن. actually الجيم بلاي الديزاين اللي فيه الكونتنت اللي الليرنر بياخده عشان يحتك بيه ده بحط له ميكانيكس. التيتشنج اللي بيبقى فيه انتر اكتيفيتي اللي الليرنرز بينخرطوا فيه ده اسمه داينامكس. الليرنينج اوبجكتيفز اللي انا بحاول اوصل لها اللي بيكون فيها انجيجمنت اللي الناس بيندمجوا فيها وبينبسطوا فيها ده اسمه استاتكس. هفتح البازر دلوقتي ولو حد عنده اي سؤال قول لي عشان احنا قربنا نخلص وهنخش في حاجه تانية. ستارت البازر مفتوح. Just buzz if you have a question. فاضل 20 ثانية. ما شاء الله. طب والله دي حاجة كويسة. ما حدش عمل buzzing خالص. ده كده الناس موجودة على التراك الصح. This is interesting. الحمد لله. طيب. فبالصورة دي يا جماعة احنا نكون فهمنا يعني ايه MDA و DPE. Mechanics, design. Mechanics, dynamics, aesthetics, design, play, experience. This is where design meets mechanics, play meets dynamics, and experience meets aesthetics. وعلى هذا الأساس هنيجي بقى لبارت جميل جدا ألا وهو إحنا بنشتغل في شركة اسمها The Catalyst. The Catalyst is a company that works in instructional design. We دورنا إن إحنا بنكرييت learning experiences وبنكرييت learning games. فعلى هذا الأساس إحنا we came up with a framework. الفريمورك ده بيساعدنا في صناعة الألعاب بالشكل اللي إحنا عايزينه بالصورة اللي إحنا شايفينها مناسبة عشان نقدر إن إحنا satisfy all of our clients' needs. والفريمورك ده بيساعدنا في بناء أي gamification system for learning. وبنسمي الفريمورك ده The Alchemist Framework. وعشان كده ليه الساشن حتى اسمها Educational Alchemy. والألكيميست هو البني آدم اللي يقدر ان هو يحول الحاجة من تراب لذهب، من بيز ميتال لذهب. So this is the logo of the program, The Alchemist. ودي هي الكروت اللي احنا بنستخدمها في The Alchemist. بنستخدم العناصر المختلفة اللي موجودة على كوكب الأرض. 5 عناصر. عنصر earth, fire, air, water, وspirit. الخمس عناصر دول بيكونوا 5 أنواع معينة من الميكانيكس اللي بنستخدمها عشان نصنع أي تجربة تعليمية. فأنا دلوقتي حضرت لكم شوية كروت، شوية ميكانيكس من كل نوع، وعايز حالياً إن احنا نعمل حاجة. أنا هفتح البازر وعايز حد يختار عايز تبتدي من earth ولا فاير ولا اير ولا واتر. ولو انت اخترت هتضطر ان انت تقول لي انهي كارت هتخش فيه بعد كده وتاخد السؤال بتاع الكارت ونشوف هتعرف تجاوب صح ولا هتجاوب غلط مع السؤال ده. فلت مي اوبن ذا بازر اند سي. كلير بازر. اوكي ستارت. ماشي. في حد عمل باز بس اسمه بلانك، يعني هو انا مش يعني ملوش اسم، اسمه بلانك. مين بلانك؟ استاذ بلانك. طيب انا اول حد جه بعد بلانك كان مصطفى. مصطفى تحب تختار انهي عنصر من العناصر الموجوده عندنا؟ اوكي
السؤال لي انا ما سمعتش الاسم ده ليا انا تحب تختار انهي تحب تختار انهي element منها واليها نعود يا حبيبي تفضل ها earth yeah. اوكي earth هي الميكانيك يا مصطفى بتاعه الاستراكشر any gamification system needs to have a specific structure لازم يكون ليها اسس سليمه على اساس الاسس دي بقدر ان انا ابني الليرنينج اكسبيرينس بتاعتي فده كارت ايرث ليتس سي طب يا مصطفى ايه ده كارت ايرث احنا اتلخبطنا شويه طيب مصطفى تختار كارت واحد ولا تختار كارت اثنين واحد اوكي اول كارت عندنا هو كارت الناريتيف كارت الناريتيف موجود عندي بالإلهة جايا إلهة جايا هي الإلهة اليونانية اللي كانت بتتكلم على الكرييشن ناريتيفز هي من الحاجات المهمة قوي 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 when it comes to putting a learning experience لأن الناريتيف ده بتحس ان هو زي البيز اللي بقدر ان انا احط عليه any learning I need when I put a narrative it helps in making a system go for me very smoothly يعني for example لو احنا دلوقتي حطينا narrative بتاع بحارة موجودين جوه expedition وبيعدوا من جزيرة للتانية ده already اتاح ليك انك تعمل ان البحارة تعرف ان انت تقسم شخصياتهم انها حاجة سهلة على الدماغ ان الناس تقدر انها تفهم مين هي الشخصيات اللي موجودة جوه الحكاية وكل واحد هيحب ان هو يكون مثلا قرصان او بحار او تباع على المركبة او بحار محارب الى اخره ووجود الناس على المركبة وسيرها ده بيبين قد ايه ان انت ممكن تمشي عملية تعليمية بصورة سليمة رايحة من مكان للتاني ووقفهم على كل جزيرة ممكن ان هو يكون عبارة عن missions او battles او levels او milestones بيعدوا بيها جوه اللعبه so only putting a story can help you in designing so much when it comes to a game if you choose the right story اللي تنفع مع الليرنينج بتاعك بس ده بيخلينا نيجي على سؤال معين استاذ مصطفى بما ان انت اخترت الاجابه اخترت الكارت ده can we create a gamified learning system من غير narrative yeah we can جواب نهائي جواب نهائي بس it's better to be with the narrative لأن النراتيف هو بيكون يعني بيحيط التجربة بشكل عام فبتكون highly immersive with the narrative لكن sometimes we can create a gamified experience without the narrative okay بس in between يعني I'm sharing an experience يعني هتلاقي في chunks صغيرة كده من حاجة to make a connection ليس بالضرورة تكون a full narrative بس في حاجة بتربط الأمور ببعضها عشان خاطر تبقى حاجة presented logically to the participants and learners بشكل عام يعني. بعد كلامك الجميل ده yes ولا no يعني yes يعني can we yes يا عم عشان يبقى في valuable failure experience exactly yes انا عايز اطلع الراجل في راجل مستني يطلع طيب yes لان احنا عندنا يا جماعه نوعين من الجيميفيكيشن عندنا حاجه اسمها content gamification وعندنا structural gamification content gamification هي gamification قائمة على أساس story الستوري هي اللي بتحكم السيستم وازاي هنمشي وهنروح من one point to the other افتكر انا كده جاوبت لك على السؤال بتاعك يا أستاذ ماجد ان story is narrative تمام وممكن ان انا اعمل gamification من غير story ان احنا بنمثل البلايرز انا وانت ومحسن واحمد وسلمى وابتسام كلنا بنمثل البلايرز لكن السيستم بتاعنا فيه منافسه السيستم بتاعنا فيه بوينتس السيستم بتاعنا فيه كيريوسيتي السيستم بتاعنا فيه فيلير السيستم بتاعنا بنحاول نوصل له لهدف معين and so on and so forth so no you do not need to have a specific story to create a gamification system هنا هفتح البزر عشان حد يجو فور السؤال سوري الكارت الثاني ويشوف الاجابه ويشوف السؤال اللي هيكون مصحوب بيه مين يدوس على البزر ستارت شوشه حقك والله بص يعني انت راجل قاعد بتشارك معايا من الاول
بس سوري يا شوشه بص في حد جديد ظهر على الساحه فعايزين نديله فرصه. في حد جديد ظهر على الساحه فعايزين نديله. مس منى اتفضلي يا فندم. ايوه مع حضرتك. جاهزه للسؤال رقم 2 او قصدي يا كارت رقم 2 يعني؟ ميبي. طب يلا يا مساحه. كارت رقم 2 كارت التكنولوجي يا منى. تكنولوجي احنا عاملين له كارت اسمه كارت بروميثيوس. بروميثيوس هو كان بيمثل الانسان الاول، اول انسان عرف ان هو يجيب النار من الآلهة اوليمب، وده بيمثل ان التكنولوجيا منى هي عبارة عن تول بتستخدم لانها تخلي الجيميفيكيشن بتاعنا مور ايزي اند بيتر. في اول التريننج او في اول السيشن بتاعنا بعتذر كان في حد كان بيقول هو انا ممكن استخدم اوفرنج تولز؟ الاوفرنج تولز دي زي ستوري لاين وادوبي كابتيفيت وسوفت ويرز مختلفه بتصنع لي ليرنينج سوري اي ليرنينج بروجرامز اند اي ليرنينج سيشنز اند ليسنز. دي عباره عن حاجه بتصنع لي ليسنز، والتولز اللي موجوده على الساحه زي بادلت وكويزز والكلام ده كله عباره عن تكنولوجي تولز ذات كان بي انكوربوريتد جوه السيستم بتاع الليرنينج بتاعي اللي انا عايز اعمله فور اني ليرنينج. فتكنولوجي از اونلي ا تول، بس انت ممكن ان انت تكرييت حاجات كتير من غير ما تحتاج اي مينز اوف تكنولوجي. اذا ما ترفع هم اصحابنا اللي كانوا قاعدين معايا من الاول ريك ومورتي، دي لعبه ما فيهاش اي تكنولوجي، دي عباره عن بورد جيم موجوده والناس قاعده بتلعبها يوزنج كوينز وزهر وبيسز، مش محتاجه اي مينز اوف تكنولوجي اند اتس ستيل ا فان جيم. سو تكنولوجي از نوت ا ماست، it's a mechanic that you can use or not. فده بيدخلنا في سؤال الحلقه يا منى. Is using Kahoot, quizzes and Mentimeter considered gamification? Yes ولا no? No. ليه؟ لان ما فيهاش الاستراتيجيات، ما فيهاش اللي احنا اتكلمنا عليه الميكانكس، ما فيهاش، ما بنطلعش من الاخر بحاجه بنتعلمها. نتهيألي Kahoot ده مجرد زي multi choice كويزز. بالظبط. ثانك يو سو ماتش يا فندم، ثانك يو سو ماتش يا فندم. كويزز وكاهوت ومنتيميتر هم كلهم عباره عن تولز للاسسمنت، زي اكتيفيتي بتعمليها في الكلاس لا اكثر ولا اقل. طب خليني ازيد من الشعر بيت. طب انا ممكن استخدم كاهوت وكويز ومنتيميتر جوه جيميفيكيشن سيستم؟ يس. لو هي هتبقى حاجه بتتحط جوه السيستم بتاعي عشان تخرج لي نقاط تبقى بتتزود جوه سيستم كبير انا عامله، بالظبط، يبقى كده ممكن تستخدمها وتعتبر تول في الجيميفيكيشن، بس هي شخصيا مش جيميفيكيشن. ف اكزاكتلي سوري لا مش از يوزنج نو صح انت قلتي لا جوه الانفايرمنت، جوه البيئه بنفسها بتاعت الاستراتيجيه كلها. طب كلاس كرافت ممكن انا بستخدم كلاس كرافت لما باجي اشتغل؟ والله انا مره اعشق كلاس كرافت، بس كلاس كرافت لازم تاخدي بالك من حاجه يا منى. كلاس كرافت بيعتمد على الاديتنج اللي انت بتعمليه للاكس بيز والاكشن بوينتس والاتش بيز، ولازم تاخدي بالك اما الناس بتليفل من بوينت للتانيه وبيقدروا يستخدموا الهدوم ويشتروا الحاجات وياخدوا الجولد انها تكون محسوبه، لانها لو مش محسوبه هتقلب حاجه راندوم ومش معروف انت بتكسب ليه ولا بتعمل ايه. فقبل ما تعملي اساينينج للكلاس بتاعك وقبل ما تحطيه على جوجل كلاس روم لازم تكون حاسبه كل حاجه، لان كل اكشن بيتعمل عن طريق كلاس كرافت سوري بيتعمل في الكلاس وبيترد في كلاس كرافت لازم يعتبر ان هو اكشن له ري انفورسمنت. بستخدم كلاس كرافت عشان اعززه او بستخدم كلاس كرافت عشان اقلله. اوكي لكن هو كبيئة تعلم معقول الجيمفيكيشن يعني انا شايفه كده. مفيش اي مشكله خالص. اوكي ثانك يو. تمام احنا كده خلصنا كارت الايرث. ثانك يو يا منى. مين يخش معايا في الكارت اللي بعده؟ يلا يا بازر اختار لنا. عزيز على طول داس اول واحد. اتفضل يا استاذ عزيز. خلاص يا استاذ عزيز انا متاسف. طب بتدوس كم مره؟ هيا بنا. قول لي عايز تاخد اني اليمنت؟ ناخد خلينا ماشيين بالترتيب بقى. هات فاير فاير فاير. اوكي مش فاير 1 ولا 2؟ 1 هو كله بيخش بالترتيب.
ما احنا عايزين نفهم الموضوع بالترتيب. ده هو ملوش دعوه بالترتيب باي ذا واي. الموضوع ملوش خلاص اتنين. والله مش عليك. اتنين. افاتار. افاتار بيمثل كارت الفينيكس. فينيكس هو الطائر اللي دايما لما بيتحرق بيقدر ان هو يرجع من الرماد بتاعه. فينيكس بيمثل اي كاركتر بيكون موجود جوه ستوري. احنا بنحب ان احنا يكون لينا كاركتر جوه الستوريز. ليه؟ لان في اغلب الاحيان يا عزيز الكاركتر ده هو اللي بيبقى الشخص اللي انا عايز اقويه، الشخص اللي بيمثلني، الشخص اللي بيحتك بكل النجاحات اللي انا عايز اوصل لها. ولو حصلت اي بانشمنت هايبوثيتيكال كانت او مش هايبوثيتيكال، لو حصل اي فيلير، الفيلير ده حصل للشخص ما حصليش انا، هو اللي خسر مش انا. الافاتار كذلك بيخليني اقدر ان انا اخوض في اللعبه بصوره مختلفه، بصوره الافاتار، بحس ان انا جوه اللعبه بروح تانية. ف on an emotional level avatars is a very very interesting mechanic to use especially لو البروجرام بتاعك مدته طويله، لان انت بقى بتلاقي نفسك عايز ايه، عايز تزود، زي مثلا ما كنا بنتكلم على كلاس كرافت، عايز تغير شكل الكاركتر، عايز تشتري له دروع واسلحه، عايز ان انت تقويه، عايز ان انت تحسنه، عايز تخلي الكاركتر ده احسن كاركتر في اللعبه كلها. ف this makes ان اي ريسك بتروح على الافاتار مش بتقع عليا انا، او ما بيكون في اي بروبلم it actually happens to the avatar not me. So it gives the learner a sense of security before anything else. لكن do we always يا عزيز have to have avatars in our gamified learning experiences؟ لا مش شرط خالص، مش شرط خالص ان انا ابقى عندي. هواي زي ما انت كنت بتقول، ما انا ممكن العب بماي اون كاركتر، يعني ممكن لو عندي ليدر بورد مش لازم يبقى فيها صور واشكال وانا واخد كاركتر، لا ممكن اكتب عزيز وانت تكتب مو، مصطفى يكتب مصطفى، وحتى نحط صورنا في حاجات زي كده. فمش شرط، مش شرط افاتار، بس هو لطيف زي ما انت بتقول، بس مش نيسيسري يعني. اكزاكتلي. الافاتار فعلا نو يا عزيز، يو دونت نيد تو بوت ان افاتار. الافاتار هو تول، هو ميكانيك، ممكن ان انت تستخدمها في الاستراتيجي بتاعت الالعاب وممكن لا. بتدي سنس اوف سيكيورتي، بتدي انترست، الناس بيكون عندها كيوريوسيتي جميله جدا انها تطور في الكاركتر بتاعها. بس لو انت مش قادر تعمل حاجه زي كده او مش عايز تعمل كده، انت ممكن الافراد اللي موجودين جوه العمليه التعليميه يعتبروا their own avatars. So it's not a problem. Thank you عزيز. طيب مين لا رونج ايه؟ مين يخش معانا في الكارت الثاني؟ دوس على البازر. يلا يا جماعه. فاضل 25 seconds. مين يخش معايا في اللي بعده؟ خش يا استاذ ماجد. اوكي مساء الخير. مساء النور. معلش انا ما عنديش البازر باتن ده، مش عندي، انا بشوف من الموبايل. ف عشان كده اتس اوكي. خش معايا في الكارت رقم 2. يلا لا كارت رقم 1 ما كانش رقم 2. فيكتوري كونديشن. فيكتوري كونديشن ممثلينها يا استاذ ماجد بالاله رع، اله القدماء المصريين. والفيكتوري كونديشن ده هو ان لازم اي جيم احنا بنعمله ديزاين يكون له فيكتوري كونديشن. الناس لو ما تحطلهاش هدف، ما تحطلهاش بيربس، ما بيكونش عندها دافع لتكمله العمليه التعليميه على الاطلاق. ممكن يكون الدافع ده ان احنا نجيب اعلى نقاط، نعدي من بروجكت، ان احنا نعمل specific mission معينة بتجميع كل النولج اللي احنا خدناها جوه العملية التعليمية. ممكن تكون عن طريق ان انا بعمل رسالة، ممكن عن طريق ان انا بعمل session، ممكن عن طريق ان انا بعمل presentation. بتختلف على حسب learning objective اللي بيكون موجود. اوكي؟ لكن لو ما كانش فيه victory condition، الناس بتبقى بتلعب لمجرد ما يبقاش جيميفيكيشن، يبقى ايه؟ يبقى بلاي. بلاي، ثانك يو سو ماتش يا فندم. بقى كده اصبح بلاي، فانتفت اصلا بيلر رئيسي وجزء رئيسي من كونسبت ا جيم سيستم. فعلى هذا الاساس السؤال بيقول
if your learning experiences contain victory condition that is for pure entertainment, this would be a game ولا جي بي ال ولا جي فور ال؟ هيبقى game based learning ولا هيبقى game for learning ولا game entertainment بس؟ اه يعني لو ال victory condition بتاعك مش موجود، هو موجود بس لمجرد للعب. ما هو اللي انا فاهمه حضرتك قول لي صح اولا يعني فهمتها كده، الفرق ما بين الجيم والجيم بيست ليرنينج والجيمفيكيشن، الجيم از اونلي فور انترتينمنت، والجيم بيست ليرنينج ان انا بعمل جيم بس في الاخر في ليرنينج اوبجكتيف، يعني بلعب مثلا بلعب شطرنج عشان ينمي الذكاء، بلعب لا الحروف الناقصه عشان اللي حضرتك بتتكلم عليه ده كده جيم فور ليرنينج. الجيم بيست ليرنينج بيكون جيم مصنوعه ومصممه ان من اللعب بتتعلم حاجه، بتتعلم أوكي. حاجه بتتعلم حاجه وليها اوبجكتيف صريح ومفهوم. اوكي اللي انت اتكلمت عليه ده يا معلم ده جيم فور ليرنينج، اللي هو انا بلعب شطرنج عشان ممكن تحسن لي الذكاء، ده جيم فور ليرنينج. بس هو لو مربوط مثلا بالحروف الابجديه للولاد الصغيرين في الحركه بتاعه عشان يكون بيها كلمات، فكده تمشي جيم بيز ليرنينج مثلا، او اللي هي الحروف اللي لو هي بتعلمهم كلمات، ماشي بتعلمهم كلمات جديده اوكي، او بتعلمهم حاجه فيها جمع وطرح ويطلع وينزل، يعني برضو تمشي لو بتعلمه جمع وطرح مش بتختبر جمع وطرح، لا بتعلمه اوكي. طيب. انا فاهم قصدك، انا عايز اقول ان انا فاهم قصدك في الحته دي تمام. والجيمفيكيشن زي ما انت قلت الاستراتيجيات او الجيم اليمنت بنستخدمها في الكونتكست بتاع اللعب. طيب برضه انت ما جاوبتليش، لو انا عندي اللف انترتينمنت بس هي جيم، تعال نشوف الاجابه بتاعتك سليمه ولا لا. اكيوريت ده حقيقي، ده حقيقي ريورد والله. الريورد بقى يعني في ريورد في اخر الحلقه ان شاء الله، انا سايب لكم ريورد في اخر الحلقه. طب انت لو انت اخترت جيم بيس ليرنينج رونج، طبعا. ولو اخترت العلم جيم فور ليرنينج يو ار نوت رونج، لان جيم فور ليرنينج فيها بعض النقاط اللي ممكن تكون بتساعد على التعلم، بس هي في الاساس مش شرط انها تكون حاجه بتعلم، لانها جيم فور ليرنينج لعبه زي ما انت قلت. الشطرنج ممكن نلعبها وممكن انها وانا بلعبها تحسن لي طريقه تفكيري. حلو الكلام اوكي تمام اوكي كده فاضل لنا 3 كروت ونخلص الحلقه بتاعتنا. فمين يخش معايا في الكارت اللي بعده؟ هشغل البازر. منى اتفضلي، انت اول واحده. مع حضرتك قولي هتختاري انهي كارت. اير، خلينا في الهوا شويه. خلينا في الهوا شويه اوكي. اير هو كارت الكيريوسيتي. هتختاري كارت واحد ولا كارت اثنين؟ اثنين عشان ما تزعلش. اثنين عشان ما تزعلش. طيب اخترتي كارت الكريوستي فعلا. كريوستي ان البني ادم يكون عنده فضول. فكره ان البني ادم يكون عنده فضول جوه العمليه التعليميه بتخليه دايما طواق متشوق ان هو عايز يعرف ايه اللي هيحصل نكست، وبتانكرج كذلك المتعلم ان هو يخوض في مهام مختلفه وانه يعمل امور مختلفه، وما بيبقاش عنده اي نوع من الباريرز تجاه ان هو يدخل في تشالنج جديد او يعمل حاجه هو ما جربش ان هو يعملها قبل كده. ف كيريوستي هي ميكانيك انا بحطها جوه الاستراتيجيه بتاعت الالعاب، بتساعد على ان انا لما بصمم اللعبه بحط حاجات بتزيد من فضول المتعلم جوه العمليه التعليميه. على هذا الاساس، what are the best ways to guide people's curiosity in your learning؟ اخلي الليرنر يختار التاسكات بتاعته يا منى، ولا اديله اكسترا نوليدج او ريدنج، ولا اخلي الليرنر يختار مواعيد تسليم الاساينمنتس؟ اني فيهم انا كده بستخدم ميكانيك الكيريوستي؟ لا اكسترا نوليدج اظن. اعتبر ده جواب نهائي. طب نجيبهم من الاول كده ونناقش واحده واحده. اول واحده اخلي، لا مش نناقش واحده واحده عشان وقت الحلقه. طب خلاص احنا هي دي. يا اما بخليهم يختاروا الاساينمنتس بتاعتهم، يا اما بديلهم نوليدج زياده، يا اما بخليهم يختاروا مواعيد تسليم التاسكات بتاعتهم.
لا هي نولج نولج زياده، لان في بعض المتعلمين او البلاير عندهم من المعرفه الاكثر بتخليهم يساعدهم على الاكتشاف وعندهم فضول للاكتشاف ده. بص يا منى، لو انا اديت لهم تاسكات زياده ده صح، ولو انا خليتهم يختاروا مواعيد الاساينمنتس بتاعتهم ده صح، ولو انا اديت لهم نولج زياده ده برضه صح. فكره الكيريوستي مش شرط ان انا ادي لهم نولج جديده، بس انا ممكن ان انا ادي لهم الاستقلاليه والفرديه في الاختيار. يعني فكره ان انا ادي للناس فرصه ان هم يختاروا يتعلموا ايه، ده بيزيد من الكيريوستي، وان هم يختاروا الاساينمنتس ده بيزيد من الكيريوستي، وتسييم الاساينمنتس ده برضو ده برضو ميكانيك الكيريوستي. ف it comes in many different ways. اوكي اوكي ثانك يو. اوكي مين هيخش معايا يا جماعه في كارت رقم واحد والسؤال بتاعه؟ شغل البصر. ها انا شايف ان في ناس كتير ما عملتش موضوع البصر قوي، فخليني اختار حد من الايه من الناس. هاشم، ايه ده هاشم موجود؟ هاشم قول لي يا هاشم تلعب معايا؟ يلا بينا يلا بينا. احنا اخترت كارت رقم 2، تعال خش كارت رقم 1. اوكي لوس افيرجن يا هاشم، ده كارت الاله الياباني فيوجن، وهو اله الرياح، ودوره ان هو بيبعد اي انميز موجودين وبيحسسهم بالخوف وبيقدروا ان هو يبعدهم عن الاراضي المقدسه. ففيوجن بيبقى ميكانيك بنستخدمه عشان نخلي الليرنرز يغيروا المايند سيت بتاعتهم ناحيه البروجرس. يعني ايه؟ انا هنا الناس يا هاشم بتبقى عندها حافز بحاجه من الاثنين، يا اما ديزاير تو جين، يا اما فير اوف لوس، يا اما انا عايز اكسب حاجه، يا اما انا خايف من حاجه. الميكانيك بتاعت اللوس افيرجن انا بحطها عشان اخلي الناس تهرب من حاجه وتحس ان في ثريت، فتندفع اكتر ناحيه التعلم، انها خايفه انها تضيع النولج دي، او خايفه انها ما تعملش الاساينمنت ده، او خايفه انها ما تاخدش النقاط دي، او خايفه انه يضيع عليها الميشن دي وما تعملهاش، او خايفه انها تقع في بانشمنت. انا عارف مش عارفه البانشمنت ده ممكن يكون عامل ازاي. This is loss aversion. عشان كده ما كنا بنتكلم على موضوع البانشمنت، البانشمنت مش معناها ان انا بعذبهم، بس هي ان انا بحط لهم روادع بتخليهم يهربوا منها عشان يعلوا الليرنينج كيرف بتاعهم جوه اي لعبه. فالسؤال بيجي يا استاذ هاشم، Do we have to have punishments in our learning experience? No. جواب نهائي؟ No. قول لي ليه؟ علشان اللي انت قلته بالظبط، انه there is two types of motivation. يعني ده نظرية الموتيفيشن very very basic او في التوب بيراميد، يعني يا اما desire to gain يا اما يروفلوس بالظبط كده. فوات اف انه الاكسبيرينس مبنيه على البوزيتيف رينفورسمنت. يس بس باي ذا واي انا عايز اقول لك الحاجه، هو ده مش نيجاتيف رينفورسمنت، هو ده الى حد ما هو ممكن تقول، عشان كده بنستخدم كلمه لوس افيرجن، هو ده ممكن تقول ان هو رادع، مش ان هو حاجه نيجاتيف عشان ابعدك وضايقك، لا هو مجرد سورت اوف ا بارير فروم جوينج ذس واي، بس اف يو وانت اتس اوكي هتعرف تطلع منها يعني. Yes. فدو وي هاف تو؟ You're not wrong. You're not wrong. No, you're not wrong. You don't have to have punishments go away your gamification system عشان يكون عندك gamification system. ممكن تكون كل ما بتعلى كل ما بتاخد points اكتر، وممكن تعمل double points، وممكن تعمل more badges، وممكن ان انت تديله levels اعلى، وممكن ان انت تديله public praise. في مليون حاجة ممكن تستخدمها بدل البانشمنت. اوكي؟ لكن لو حطيت punishment مش حاجة وحشة أزوال، عشان كده أنا حطيت لك إيه yes that's actually true as well. yes okay فهمت قصدي؟ okay كده خلصنا كارت إير، فضل لنا كارتين. هنا بقى المرة دي أنا أختار حد من الموجودين. أحمد متولي اللي جي قدام، تلعب معنا يا أحمد؟ احمد مش موجود، اتفضلي يا عبير. اوكي كابتن نمره واحد.
كارت نمرة واحدة خلص من زمان، أنهي كارت؟ قولي لي اسم الألمنت. أوكي give me choice. إحنا عندنا اللي فاضل يا ووتر يا سبيريت أساساً. خلاص سبيريت. سبيريت. كارت سبيريت، تحبي تاخدي كارت رقم واحد ولا كارت رقم اثنين؟ لا اثنين. أوكي. سوري. كارت رقم اثنين. أوكي كارت رقم اثنين يا عبير هو كارت التيمز أنجلز. In gamification, it's one of the mechanics إن أنت تقسم الناس إلى teams، إن أنت تقسمهم إلى people that are doing work together will be promoting strategies together. فليه بنعمل ده؟ لأن أما أنا بحط الناس في teams that's actually a tool. لأن وضع الناس في teams بيساعد على إن هم يعلموا بعض ويكون في high social interaction ويكون في high means of collaboration، وكذلك إنها لازم يكون كل واحد موجود في التيم if possible يكون له دور. Okay. When making teams, try as much as possible in any learning experience to not go below 3 and don't go beyond 5. And always try as much as possible when you're using the mechanic of teams في gamification in teams have to have a specific utility and use. Otherwise, do not use the mechanic. مش شرط عشان بنعمل gamification يبقى نقسم الناس teams. فده دخلنا في السؤال اللطيف. Must all gamification, gamified learning experience contain teams mechanics? Yes or no? I believe I go for yes more. يعني علشان السوشيال نتوركينج وعلشان التيم سبيريت والحاجات دي هي it would rather be more challenging and more interactive. فI agree okay. more with yes. Plus in a no طب انا هقول لك حاجه no هتبقى very time consuming لو كل واحد لعب لوحده هيبقى فيه very high competition على ال individual level. مش هيبقى فيه team spirit. الرد ايه هو؟ البوينت في حاجه if you're learning objectives ليها دعوه بالcollaboration means of cooperation people working together and there's a room for something like this and there's time for it go for teams. اوكي بس لو اصلا السيستم بتاعك عباره عن افراد بيتنافسوا قدام بعض وبيشتغلوا في ناريتيف او في ستراكشر مش بيشرع او بيدي مجال للتيمز يبقى خليها افراد بس وهتنجح. الموضوع بيرجع على why and is it equal or balanced with the learning objective or not. اوكي فده تبقى للليرنينج اوبجكتيفز بتاعتي. Yes or no تبقى للليرنينج اوبجكتيفز بتاعتي. بالظبط. فهي مش شرط ان انا عشان gamification يبقى اعمل teams. No. It's not okay. something mandatory. اوكي. Thank you. اوكي مين يخش معايا السؤال رقم واحد؟ Thank you عبيد. كارت رقم واحد. أنا مشغل البازر والله. مين يخش؟ مونة. خش يا مونة. أوكي. مونة موجودة معايا في سؤال رقم واحد. بص يا مونة. Social pressure. كارت غريب قوي لعينك. Social pressure بنبينه بكارت ستارلينج. ستارلينج دي اللي هي عارفة الفلوكس بتاعت ال اسمها ايه؟ الفلوكس بتاعت الطيور اللي بتبقى ماشية مع بعض وبتعمل زي شكل كامل على بعضه دي الستارلينج. فالستارلينج بتقول ان الناس دايما بيحبوا ان هم يتماشوا مع بعض ولما حد بيطلع بره الفريق بيحس ان هو في حالة ضيق او في حالة غبطة وما بيحبش ان هو يكون متسلط عليه الضوء او بعيد. Sometimes بيبقى حلو يا منى ان انت تعملي ميكانيك اسمها social pressure ان انا اخلي اللعبة بتطلع حد برا الجيم. ازاي يعني؟ انها بتبين مين اللي بيشتغل ومين ما بيشتغلش، انها بتبين ان مش بدي سكور لكل الناس ومش بدي اثابة لكل الناس وبدي سكور عالي على الافورت، مش بدي سكور عالي على اللي عمل حاجة البنش مارك معينة، لا بديها له على الأفورت. وعلى هذا الأساس بيحصل نوع من أنواع السوشيال بريشر أو الضغط المجتمعي، إن البني آدم بيحس إن هو إيه ده، هو أنا أقل من الناس التانيين؟ يعني هي جات على أرمط؟ So
We can use social pressure mechanic through providing extra support to winners ولا providing public praise and points. أني واحدة؟ إزاي نعرف نستخدم الميكانيك دي؟ ندي extra support ولا ندي points؟ لا extra support والpoints ما تعتبرتش برضو دعم. extra support ده ده استخدام قوي جدا للسوشيال بريشر، فالناس بتحب انها يكون ليها نفس السبورت ده. وكذلك لو انا اديت لهم public praise، انت بتيجي معايا دايما في الاسئله دي، ولو اديت لهم public praise واديت لهم دعم واديت لهم تسقيف وسياح في قلب المكان، ده برضو بيساعد على ان السوشيال بريشر يتحقق كميكانيك جوه اللعبه. فلازم ان انا اشوف ازاي هحط دي كميكانيكية جوه السيستم بتاعتي بتخلي الناس على طول عايزة انها تتسابق عشان تظهر قدام الناس التانية. فانا كده يا جماعة فاضل معايا كارت واحد اللي هو كارت الواتر، وانا اللي هلعبه معاكم بقى. كارت الواتر عبارة عن كارتين. اول واحد كارت اسمه Cascading Information Theory، ان انت لازم تستخدم ميكانيك بيساعد على ان النوليدج تطلع واحدة واحدة جوه السيستم. يعني مثلا انا بلعب في جيم فيها هاشم معايا، فما بدلوش كل النولج وبخليهوش يطلع على كل المهارات بتاعت اللعبه مره واحده. اللعبه شخصيا بتopen لي at specific times parts من النولج، وكل بارت بيتفتح بيكون له فايده، وكل بارت بيتفتح بيكون له هدف. الهدف ده بيرد فيه الساعه المعلوماتيه اللي موجوده عند الفرد وقدرته على استيعاب النولج في الفتره دي. فأنا بعمل ميكانيك بتساعد على أن النولج بتظهر في ليفلز ومراحل معينة بتخلي الفرد يتعلم كل ما بياخد خطوة قدام. This is the cascading information theory. هل الميكانيك دي can only be used لنيو concepts and new knowledge؟ لا، مش شرط أنها تتعمل للنولج الجديدة أو النولج لسه الفرد ما عرفش عنها أي حاجة. Wrong. Actually دي ممكن تتعمل حتى على النولج القديمة واستخدمها كنوع من الريفلكشن على الديتا القديمة، عشان أنا لو اعتمدت للناس دايماً على معرفة بكل النولج اللي أنا بقولها، فأنا كده ممكن أكون ببني السيستم بتاعي على أعمدة هاوية. فحتى ما بتستخدم الميكانيك دي استخدمها للنولج اللي الناس على علم بيها، even though some of them might even know it، لكن هتخلق ليك بيز تعرف ان انت تبني عليه بشكل سليم. last but not least واخر ميكانيك واخر كارت هنلعبه معانا هو كارت embedded assessments. ميكانيكس هي عبارة عن elements بتساعدني ان تخلي الجيميفيكيشن سيستم is effective and useful. and one of the very effective tools is placing embedded assessment. إن كل ما الليرنر بيعدي جوه الليرنينج اكسبيرينس في حاجة بتديله assessment، في حاجة بتقيس هل هو فاهم النولج ولا لأ، لمجرد إنها تأكد إنه هيعرف يخش على المرحلة اللي بعديها وهيعرف يخش على الليفل اللي بعديه. طبعاً ممكن أستخدم كهوت في المرحلة دي، ممكن أستخدم simple questions، ممكن أستخدم an exercise، ممكن أستخدم knowledge، والknowledge الجديدة دي عشان تعرف تفهمها جواها أسئلة بتسأل على الديتا اللي اتقالت قبل كده. So embedded assessment بنرمزها بالستينجراي. الستينجراي هو حيوان بيعيش في المية، بيلسع بسهولة وبيلسع بسرعة، بس لما بيضرب بيبقى very effective. So when you use this mechanic, always use it to gain an understanding on the learner and to make that learner على base وحس ان هو متأكد من كل حاجة قبل ما بيخش على الديتا اللي بعديها. Can we use here Kahoot, quizzes, Mentimeter for assessment? Yes, we can use this as a tool for assessment and as a tool for building an effective learning objective للليرنر، عشان ده بيخلي كل مرة أنا بعدي على النولج بتاعتي أنا حس إن أنا مستريح، لأن الليرنر عد على النولج دي، عمل لها embedded assessment واستخدمت cascading information theory، فخد كل حاجة bit by bit. And at the end of the day, learning is all about design. So if your design
dictates ان انت تعمل كده, use this mechanic. If your design doesn't dictate this, then do not use this mechanic. بالطريقة دي انا اكون خلصت البارت والسيشن بتاعتي التقيلة الصعبة الغلسة اللي احنا كنا موجودين فيها. بس let me tell you something. الطريقة اللي انا حاولت ان انا ابص عليها للسيشن بتاعت النهاردة في الجيميفيكيشن, ان انا مش عايز اتكلم معاكم في جيميفيكيشن من نوعية gamification, what's the use of it, how to do it, how not to do it, الكلام ده كله. انا عايز ان انا افهمكم الاول يعني ايه learning experience, لان احنا educators وعلى اساس ال learning experience دي بنحط system, زي ما بنحط system او المنهج التعليمي بتاعنا. ال gamification هو وضع منهج تعليمي لكن بصورة بتحفز الافراد على الوصول للobjective بس مستريحين مبسوطين حاسين ان هم satisfied, حاسين ان هم ناجحين, حاسين ان هم قادرين. وضع gamification system بيعتمد ان انت بتحط ميكانيكس بتدير العمليه دي. فاي gamification انت عايز ان انت تميك ات سكسسفل اند افكتيف, اولويز لوك ات ذا ميكانيكس فيرست. دو نوت لوك انا عايز اعمل ستوري, دو نوت لوك انا عايز اعمل اسسمنت, لوك فيرست انا عندي اوبجكتيفز عايز احققها وعندي ميكانيكس عايز ان انا احطها ورا بعضها عشان اوصل للاوبجكتيف ده. And that's all. So in order for me to make this more productive, انا عملت لكم an interactive infographic concept map, هبعتها لكم دلوقتي. كل اللي هيكون موجود على الكونسبت ماب دي الكروت اللي احنا اتكلمنا فيها, الجيم والجيم فور ليرنينج والجيم بيس ليرنينج والحاجات اللي بتلخبط دي, هتلاقيها موجوده عليها. وهتلاقي فيه كذلك ديتا عن الجيم ميكانيكس وديتا عن الجيم داينامكس وكونسبت بيبرز, وكذلك عملت لكم كولكشن من البوكس تقدر ان انت تعمل له داونلود, وشويه فيديوهات بتفهمك جيم داينامكس وحاجات عن الجيم ثينكينج وايفن وات از ذا ديفرنس بين جيميفيكيشن اند جيم بيس ليرنينج. It's a simple interactive tool ممكن ان انت حتى بعد كده تستخدمها with your learners and I love to use it in my classes. So here's the link. خليني بس ان انا استنى ايوه استنى خلي اللينك دلوقتي احنا هنعمل فيه evaluation في فورم بتعمل بعد ما اعمل evaluation form وباخد ايميلات الناس ونبعت لهم اللينك ده. طب ما خليه ابعته لهم دلوقتي على طول ونبعته تاني يعني زيت الخير خيرين. اوكي عمتاً عشان الناس ما تحترشي. أوكي. ده شكل اللينك. لحظة واحدة. ما عرفش المزيكا طلعت بتاعته ولا لا. بس anyways. انت مجرد ان انت بتهافر فوق الحاجة. Thank you for attending the session. مجرد ان انت تهافر على البوينتس اللي موجودة. كل حاجة موجودة جوه البيج دي is interactive and every part of it has a piece of knowledge. وأنا سايب لك جملة, فكر في الجملة دي كويس. What you seek is around the mind and in the stars. فدور around the mind and in the stars and you will find so much من resources and tips and more to help you for understanding gamification in a further feasible and effective manner. اوكي وانا كده خلصت يا استاذ محمد, انا متاسف جدا. اولا شكرا وتقدير لك محمد على انك عملت حاجه جميله جدا جدا, وفي حاجه حلوه بتقولها للناس كلها ان شاء الله مش دي اخر ورشه, ان شاء الله في ورشه ثانيه اضافيه كمان بس ان شاء الله الشهر القادم نتكلم مع بعض على كده الله. جميع على وجودكم معانا وبشكر بتوجه المخرج شكر كبير من ايمج افريكا. في مجموعه حاجات موجوده معانا, اول حاجه الايفالويشن الخاصه بالورك شوب اللي احنا شغالين عليها, والايفالويشن دي حاجه مهمه كويس لان احنا كلنا بنستفيدها حتى لو سريعا, لان احنا بنبقى تريبورت بعض الاحيان المدربين بص عليها وفي ناس بتسالنا عليها اكتر من كده. فريد بعض حضراتكم تدخل على الفورم, هي بسيطه مش هتاخد دقائق. ثاني حاجه في بعض الاسئله اللي بتوجهها ان احنا مثلا قناه هدي ولا لا محمد انت صوتك بيقطع, هو ايه الاسئله بتقول؟ تسال احنا موجوده ولا بتنتهي بمجرد سيشن؟ سامع كده كويس ولا
يعني صوتك بيقطع. كنت بقول ايه الاسئله اللي موجوده؟ الصوت صعب قوي فعلا. ركز يعني. اه ايه بقى الاسئله بتقول ايه؟ ايوه تمام تمام. بعض الناس كانت بالنتورك انت عارفه. في بعض الناس بتقول يا جماعه الفيديوهات بتخلص فيها ايه؟ فبقول يا جماعه كل الفيديوهات اللي بتحصل عندنا في ايميرج افريكا بتسجلها على الشانل بتاعتنا. في فيديوهات قديمه باللغه العربيه وفي فيديوهات باللغه الانجليزيه، فاللي حابب يعمل متابعه للقناه دي حاجه كويسه. وده اللينك بتاع القناه كمان. هيبقى ان شاء الله عندنا ويبنارز كتير الفتره القادمه. وكمان اللي عاوز يشارك والجروب بتاعنا على الفيسبوك كمان اضافي، بحيث ان انت لو عاوز تشارك معانا على الجروب بتاع الفيسبوك تشوف كل الايفنتس وكل الحاجات الاكتيفيتي اللي احنا بنعملها. بالاضافه ان انت لو حابب تشارك معانا بورش عمل او مقترح بفكره من الافكار وعاوز تشارك بورشه دي تطوعيه، هذا الرابط وادي الفورم تملاها وبنتواصل مع حضرتك ونشتغل مع بعض لان احنا بنعمل ورشه بنفيد بعض ليه. في نهايه اليوم انا بتوجه لمحمد بكل الشكر والتقدير، وتوجه لكم جميعا انكم قاعدين معانا ساعتين كاملين في يوم عمل وما قعدتوش الا عشان محمد بسم الله ما شاء الله عامل شغل حلو وكلنا اتعلمنا منه. وشكرا ليك يا محمد على وافقتك ان انت تبقى موجود معانا في الورشه دي. واي سؤال عن ايميرج افريكا انا مستعد اسمعه وتحت امرك. هو احنا لسه عندنا وقت للاسئله يا محمد؟ هو احنا معانا وقت زي ما احنا عايزين بس يعني. طب حد عنده اي سؤال يا جماعه؟ انا مش عارف، انا كنت عايز اقول البق ده مثلا مش عارف. حد عنده اي سؤال؟ بليز لات مي نو. حد عنده اي سؤال في اللي اتقال؟ حد عايز يستفسر عن حاجه زياده في حاجه ما فهمهاش؟ انا ام مور ذان ويلكم تو انسر. انا اسف انا كنت ببعت كل الروابط عليك انت بيرسونال. اه انت كنت بتبعت لي الروابط بيرسونال. فمعلش ده اول رابط خاص بالتقييم الورشه وتقييم الورشه. تاني حاجه ده تاني رابط خاص بال لو انت حابب اي حد من الناس حابب ان هو يشارك معانا بورشه من الورش. ثالث حاجه ده الجروب بتاعنا على الفيسبوك. بعد كده ده الشانل اللي هي بتاعه اليوتيوب بتاعتنا فيها كل الفيديوهات اللي هي اللي احنا عملناها قبل كده. وان شاء الله هتلاقي ورش محمد خلال الاسبوع ده او الاسبوع في بدايه الاسبوع القادم. في ورش اجرائيه كتير ان شاء الله هتعمل يا منى. وهيكون لو انتوا حابين حاجه معينه ممكن تبعتوا لي على الواتساب بتاعي انا هكتبه كمان اهو كده. ده الواتساب بتاعي بحيث ان احنا اي حد عاوز اي حاجه في ايميرج افريكا احنا موجودين تحت امر حضرتك في الوقت الحالي. اي سؤال او اي اضافه انا تحت امرك. حد عنده اي اسئله يا جماعه؟ سياره الايفالويشن الناس تكون يعتقد الناس استوت لان هي برده ساعتين فاهم. لا بس هم مخمخه حلو. اوكي اكتر المراحل التعليميه اللي بتناسب الجيميفيكيشن اكتر ما ثينك الجيميفيكيشن اكتر المراحل التعليميه اللي تتناسب واكتر المهارات الهوائيه اللي يمكن تنميتها. بصي الجيميفيكيشن يا مش شيماء هي اداه، هي مش فكره ان اكثر المراحل التعليميه اللي ممكن انها تحتك بالجيميفيكيشن. يعني هل لو الاداه دي ليها منفعه وهتساعد الافراد، الافراد دول كانوا صغار او كبار، على الوصول للاهداف التعليميه بتاعتهم يبقى استخدمي الجيميفيكيشن. لو مش مناسبه او ما عندكيش سيستم يمشي مع الموضوع ده then don't do it. يعني فور اكزامبل في تول الناس بتستخدمها من زمان اسمها كلاس دوجو، دي بيسموها تيتشرز من زمان. فكلاس دوجو هي عباره عن طول للاطفال الصغيرين بيتحطوا جوه كلاسز وبيحصل ما بينهم زي كومبيتيشن بسيطه والكاركترز بتاعتهم كده كاركترز عامله زي كاركترز الفرو بيبتدوا ان هم يكبروا ويتغيروا ويكون ليهم سبيسيفيك لوكس. الحاجات دي ممكن تدفع كتول بتستخدم التكنولوجي تعمل بيها جيميفيكيشن بس للشباب الصغير، مش هتقول لي 5 سنين 6 سنين. طيب 5 سنين 6 سنين في حاجات كتير من تطبيقات المونتسوري بتنفع في الجيميفيكيشن عشان تنمي عند الاطفال الحواس والمينز اوف سبيشال انتليجنس وتاكتيكال انتليجنس، وان هم يكونوا عندهم قدره على ان هم يعرفوا الحاجات المختلفة باللمس والتطبيق، وبيعملوا زي positive reinforcements عشان الأطفال يقدروا ان هم يعملوا الحاجة دي over and over. بيستخدموا كده يعني ايه gamification على بسيط يعني. فأجن
It's a tool, not a mandatory thing to be used. طيب هل ممكن هل في مكان يعلمنا الجيميفيكيشن بشكل إجرائي؟ لسه يعني أنا يعني أنا ما أعرفش يا مونة بصراحة مكان في مصر بيعلم الجيميفيكيشن بشكل إجرائي. لكن لا استني هقولك في two workshops صح إيه اللي أنا بقوله ده؟ في two workshops في workshop تبع the trainer بيعملوها workshop في gamification أعتقد مدتها 3 أيام أو حاجة زي كده. وفي workshop تانية تبع حاجة اسمها wonder learn بيعلموا تقريبا فيها gamification and game based learning. بس أنا مش فاكر محتويات الورشة عشان مش عايز إن أنا أفتي. بس هما دول الحاجتين اللي أنا عارفهم وعلى علمي بيهم جوه مصر بيعملوا الموضوع ده. workshop بتاعت gamification for educators and trainer trainers دي تبع the trainer. وفي واحدة تانية بتاعت wonder learn. أنا عامة الكروت اللي أنا استخدمتها بتاعت alchemist والميكانيكس المختلفة دي الكروت بتاعتنا إحنا، وإحنا عاملين برنامج اسمه The Alchemist إن شاء الله ناويين إن إحنا نطلع بيه بعد كورونا، لأن البروجرام بتاعنا هو عبارة عن جيم. الجيم دي بتعلم الناس إزاي يحولوا الليرنينج بتاعهم into a game. ف this is something that we would do إن شاء الله بعد ما كوفيد نطلع منه. الله أنا بوجه كل الشكر وتقدير لك محمد النهاردة على تعبك معانا جدا، وبوجه كل الشكر وتقدير للحضور الكرام. وإن شاء الله إن شاء الله نشوف ورشة قادمة معانا إن شاء الله بنهاية الشهر القادم زي كده النهاردة، وبشكركم جميعا ونشوفكم جميعا إن شاء الله في ورشة من إيمرج أفريكا. وأي حاجة بتسأل إيمرج أفريكا إحنا موجود معاك، وحد حابب يشارك ورشة إحنا موجودين. شكرا لكم في يوم فاضل. شكرا جزيلا ليكم وكان شرف لي. ربنا يخليك. الله 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 يخليك